مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلم الأضواء ومتابعة لأهم أحداث وأخبار كل ما هو جديد في عالم كرة القدم والساحرة المبتدئة. النهارده اخر اخبار ما يتم في نادي الزمالك، اخر ما اخبار ما يتم في النادي الاهلي. هنخرج شويه من حلم الاضواء والقسم الثاني والقسم الثالث ومدارس الكوره، ونروح شويه لازم مع ضيوفنا الكرام او سواء في الاخبار، ونعرض عليكم كل ما هو جديد، ونستغل كل الاحداث الجديده وتكون حصري ان شاء الله في حلم الاضواء في خلال حلقتنا. طبعا يمكن كل الساده المشاهدين انتوا تابعتوا فيما حدث داخل القلعة البيضاء، نادي ماشي الزمالك كانت صعبة شوية، رغم ان حاجة غريبة يعني. يمكن انا جالي كتير كتبوا لي وكتير بعتوا لنا على الفيسبوك في حلم الأضواء، غانا كسبناها وكنا سيئين جدا، والناس كلها كانت فرحت ورقصنا وهللنا وقلنا المهم الثلاثة بونت. النادي الاهلي كان مع نفس الفرقه مع طنطا، خد ثلاثة بونت، كان الاداء سيء وبرده بضرب الجزاء، وجماهير الاهلي فرحت ومفيش حاجه خالص. مؤمن سليمان مع المصري بيحقق نتيجه كويسه، مع طنطا بيحقق نتيجه كويسه، ولكن الاداء متراجع شويه. ككره مصريه عامه سواء منتخب اهلي زمالك الكره متاخره، كان هناك ردود فعل بالكابتن او المستشار مرتضى منصور اللي احنا بنكن له كل احترام وتقدير، ودائما بنكون معاه فيما قدمه خصوصا في نادي الزمالك من انشاءات. يمكن في مسجد بيفتتحه قريب حاجه بسم الله ما شاء الله جميله، عمل حاجات خطيره جدا داخل نادي الزمالك، ولكن ردود الفعل الاخيره احنا نقول له لا يا سياده المستشار احنا مش معاك فيها، ولا الساده المشاهدين اللي هم بعت لنا ويمكن بعت لنا حاجات كتير. هل يا سياده المستشار يعني احنا عايزين الثلاثه بونت الزمالك، ولا انت عايز الاداء؟ ما هو الزمالك في وقت من الاوقات كان بيأدي كويس جدا وما بيحققش النتيجه، وكنت انت برضه بتطلع بالانفعالات بتاعتك. يعني ان كان هناك خطأ حصل من احمد توفيق، يمكن بعض الساده المشاهدين واللي بعتوا لنا رسايل ليهم ردود فعل احنا بالامانه لازم نوصلها لك. يعني ما حضرتك لو كنت خدت احمد توفيق في غرفه مغلقه واتكلمت معاه كان اكيد هيبقى ردود الفعل بتاعته معاك في الغرفه المغلقه، مش هتطلع بره. لكن لما حضرتك تطلع في قناه وتتكلم على لعيب ولعيب ليه اسم ولعيب بيلعب منتخب مصر، شيء طبيعي ان هو هيبقى له رد الفعل في نفس المساحه وفي نفس القناه او قناه ثانيه زي اللي انت اتكلمت فيها. فما كان يعني احنا مش عايزين الامور تتطور، لازم الامور تتلم بسرعه. لان ان كان احمد توفيق اخطا فانا بقول لك بمنتهى الامانه الساده المشاهدين، وانا بقول لك بمنتهى الامانه انت كمان اخطات يا سياده المستشار. من كتر القرارات ده كلامهم هم، كلام الساده المشاهدين اللي بيبعتوا لنا، وبالظبط كده واحد اسمه احمد ضيف من الخرقانيه اليوبيه بيقول احنا مجلس الاداره احنا مش عارفينه، لان القرارات كلها بتبقى طالعه منك انت سياده المستشار، فاحنا خلاص فقدنا ان مفيش مجلس اداره في نادي الزمالك، مش عارفين حد. هل في مجلس اداره ولا القرارات بتطلع من حضرتك لوحدها؟ لان القرار اللي احنا يمكن في اول خبر هنا بناء على كلامهم ان بيقولوا ان منع احمد توفيق من دخول النادي وتغريمه 100,000 جنيه، المساله ما تستحملش يا سياده المستشار، ممكن الامور دي كلها بتتلم. النادي الاهلي حصل فيه كوارث داخل الملعب، ولكن هو زي قلعه كبيره زي نادي الزمالك، لم الموضوع مع عماد متعب، عماد متعب اختلف مع حسام البدري. برضه نادي الزمالك قلعه كبيره وحضرتك قيمه كبيره، يعني على المستوى الرياضي او المستوى السياسي حضرتك قيمه كبيره، عشان كده احنا نعتب عليك نقول لك لا يا سياده المستشار لم المسائل ديت، ما يبقاش في واحد اعلامي انت عارف كويس قوي هو ايه، بيحبك او بيحب نادي الزمالك، ما يفتحش الكتالوج بتاع حضرتك كده.
ولد صغير كده وزعقت له في مساحه كده قدام الناس وضربته، ما لازم يرد، ولكن لو خدته بالراحه كده ما هو هيمشي معايا وهنعمل اللي احنا عايزينه. لم الامور يا سياده المستشار وربنا يوفق فيما هو قادم. ان كانت الاخبار اللي وصلتنا ديت حقيقيه برضو نتمنى التوفيق. احنا يمكن في الاخبار اللي جايه لنا بتقول اول تعليق للمستشار مرتضى منصور بعد استقاله مؤمن سليمان مع الف سلامه. طبعا انا متاكد 1000% ان دي زياده في الاعلام شويه، والانتماءات بتلعب دورها في الاعلام. يعني انا لو انا ابيض وفي خبر للاهلي هزود له مع الف سلامه ديت. انا متاكد ان انت ما قلتش الكلام ده، ويا ريت حضرتك بقى تطلع زي ما طلعت كده في الاعلام وتصحح الكلام اللي بيتقال ده، لان الكلام دوت له شكله حلو في حق نادي الزمالك ولا في حق حضرتك. وزي ما بقول لحضرتك انت قيمتك كبيره جدا جدا عندنا، وقيمه نادي الزمالك في مصر كبيره وفي افريقيا وفي الدول العربيه. نتمنى ان الامور تنتهي ونخلص القصه دي ويبدا الزمالك مسيرته ان شاء الله، سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي باذن الله. انا مش عايد الخبر تاني ان حضرتك قلت المؤمن سليمان مع السلامه. يمكن في خبر جانا ان محمد صلاح خلاص مديرا فنيا بدلا من مؤمن سليمان. انا مش عايز ادي الاخبار دي اكتر من حجمها. تعليمات مشدده لامن الزمالك بمنع دخول احمد توفيق. انا ما اعتقدش ان نادي الزمالك هيمنع احمد توفيق، وانا مش عايب، انا ما بحبش الاعلام اللي بينفخ في النار. احنا بنحب الاعلام اللي يوصل للصح. لما اقعد هنا واقول لك لا الناس بتقول لك كذا، صوت المشهور وصل لك الرساله حبا في الزمالك، حبا في حضرتك، حبا في الاهلي، حبا في الاسماعيلي، لكن ما ننفخش في النار. بيقول ان تلقى افراد النادي الزمالك تعليمات مشدده من مرتضى منصور رئيس النادي بمنع دخول احمد توفيق لاعب وسط الفريق المقلق قرع البيضاء بدايه من يوم السبت، يعني بدايه من النهارده. وفي 100,000 جنيه غرامه على يمكن كانت في تعليقات من احمد الطيب، وهو معروف ان هو زملكاوي جدا، وانا بقول على مسؤوليتي زملكاوي جدا. كان برضو بيوجه رساله بيقول يا سياده المستشار الاهلي فاز على طنطا بضرب الجزاء بالعافيه، وكان العرض سيء جدا والناس هللت والنادي الاهلي فرح. منتخب مصر فاز، نفس الكلام اللي انا قلته، فمنتخب مصر فاز على غانا بضربه جزاء وهدف لعبد الله السعيد، وكانت غانا هي الافضل، وبرضو مصر كلها فرحت. الزمالك فاز على المصري وفاز على طنطا بعرض سيء، بس جمع 13 نقطة من 15. 13 نقطة يا سيادة المستشار من 15، وليك مؤجلات، لو فزت في المؤجلات هتفرق عن النادي الأهلي 2 بونت أو 3 بونت. الموضوع ما كانش يستاهل ردود الفعل اللي حصلت من حضرتك، ولكن أنا متأكد إن في ناس وصلت لك لكده، ويا ريت يا ريت تحسن اختيار إنك تطلع مع مين في تلفزيون أو في إعلام وتتكلم. يمكن كانت في اخبار في القسم الثاني ان لجنه التظلمات نصفت ديار بنجم. كان ديار بنجم كان مقدم ان هو احق باللعب في القسم الثاني، وكان في خطا اداري اعترف به اتحاد الكوره وقال فعلا ان ديار بنجم من حقها انها تعود للقسم الثاني، وفعلا صدر قرار من اتحاد الكوره بعودهم للقسم الثاني حاليا. طبعا كان في حازم فضلي في المدير الفني للدخان، تم اقالته بعد الهزيمه من نادي الزرقاء في ملعبه، وتم تعيين اشرف ريان مديرا فنيا للدخان في الممتاز به. جماهير كوم حماده كانت في المدرجات، ويمكن احنا معانا صوره لجماهير كوم حماده وهي في المدرجات، وده موضوع يعني هنتناقش فيه مع ضيوفنا الكرام ان شاء الله بعد فقره الاخبار ديت. كانت في جماهير نادي كوم حماده في مباراه غزل المحله كانت في المدرجات بشكل يعني يا ريت الصوره تبقى معانا، اهي معانا هي على الشاشه. مش محتاجه تعليق الصوره. فطبعا كان رد فعل جماهير المحله ورابطه دمياط ورابطه المنصوره، قالوا احنا هندخل الملاعب ومش هنلتزم باي تعليمات لاتحاد الكره في الفتره اللي جايه، وده انذار خطير جدا. وعشان كده في حلقتنا النهارده هنتناقش يا يكون في جماهير يا ما فيش جماهير. اتحاد السكندري يقبل استقاله وليد صلاح الدين. علاء عبد العال مديرا فنيا للشرقيه القسم الممتاز بعد مباراه بتروجيت القادمه. في خبر ان لجنه الحكام وقفت حوالي من 5 حكام ل10 حكام. ليه؟ قالوا عشان بيكتبوا على الفيسبوك اخبار مش على هوا لجنه الحكام الرئيسيه لكره القدم. لدرجه انا بسال سؤال، هو مين رئيس لجنه الحكام؟ هل هو كابتن رضا عبد العال؟ كابتن رضا البلتاجي؟
ولا الكابتن عصام عبد الفتاح؟ مين هو الرئيس؟ مش باينه، حتى الحكام نفسهم مش عارفين. يعني في ناس بتروح تحل مشاكلها مع الكابتن رضا البرتاجي، وفي ناس بتروح تحل مشاكلها مع الكابتن عصام عبد الفتاح. طبعا المعروف للساده المشاهدين كابتن عصام عبد الفتاح هو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، وهو المشرف على الكوره، هو الكابتن خالد لطيف والكابتن مجدي عبد الغني، وجابوا الكابتن رضا البلتاجي وقالوا له انت رئيس لجنه الحكام. فاحنا طبعا الكابتن رضا البلتاجي قيمه كبيره جدا، لكن احنا مش عارفين مين رئيس لجنه الحكام. يمكن احنا معانا العديد من الاخبار، ولكن عشان معايا فقرات متعدده النهارده وضيوف متعدده النهارده شرفونا في حلم الاضواء، يعني هنتكلم في الاخبار ديت وباستفاضه، حتى الاحداث بتاعت نادي الزمالك هنتكلم عليها باستفاضه، الجماهير والضغط المباريات هنتكلم عليها باستفاضه ان شاء الله خلال الحلقه ان شاء الله. هناخد فاصل ومباراه اسكو ومصر للتامين، والتي انتهت بفوز اسكو على مصر للتامين في عقر داره 2-0، ثم نعود ونستقبل ضيوفنا الكرام. كريم التصويبة مش ممكن، مش ممكن، روعة 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 روعة. بوجي بوجي التصويبة، واحد والتاني وقعت، مش ممكن الهدف التاني. احنا السنة دي انا ربنا كرمني مجموعة لعيبة كويسين، مجموعة لعيبة كلهم افضل من بعض. ومعانا مدير النادي بيذلل اي مشاكل، فمش ناقص غير حاجه واحده بس، ان التوفيق يحل في الفرقه، لان اسكو لا يستحق ان هو يكون في المكانه دي ابدا. واحنا ان شاء الله واحنا واخدين اللي هو كان ملعب بره او جوه بنلعب، ما لناش دعوه باي حاجه، وان شاء الله باذن الله يعني طول ما احنا واخدين كل ماتش بماتشه باذن الله هنصعد يعني، واحنا مهتمين وان شاء الله خير باذن الله، ورجع اسم نادي اسكو تاني ان شاء الله. فريق شباب التأمين طبعا فرقه كويسه، واحنا بنحيي على الاداء برضه بتاع النهارده، بس احنا كنا مركزين من اول اسبوع، عارفين الماتش ده هيفرق معانا لو كسبناه، وكمان في ماتش متاجل لنا، فاحنا كده هنتصدر الدوري. فالحمد لله يعني على الاداء النهارده وعلى النتيجه، وان شاء الله المزيد ان شاء الله من النجاح ان شاء الله الفتره الجايه. هذا البرنامج برعاية مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 1914. مصر للتأمين، حصن أمان للملايين. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية، يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. نقابة المهن الزراعية تعلن النقابة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة والفروع جميع المستويات طبقا لقانون نقابة رقم 21 لسنة 1966 وتعديلاته، واللائحة الداخلية رقم 18 لعام 1968 وتعديلاتها، وذلك بدءا من يوم 19 من نوفمبر 2016 حتى 24 من نوفمبر 2016 من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد
29 يناير 2017، وكافة التفاصيل بالنقابة العامة وفروعها. وتقدم طلبات الترشح مصحوبة بالمستندات الآتية: 1- طلب الترشح يتم الحصول عليه من النقابة العامة وفروعها بالمحافظات. 2- شهادة عضوية النقابة موضحا بها انتظام سداد الاشتراكات، ويستثنى من ذلك من بلغ سن المعاش في 19 من نوفمبر 2016 يوم فتح باب الترشح. 3- صحيفة الحالة الجنائية. 4- للترشح بحساب النقابة ببنك مصر، حساب صندوق النقابة طبقا لرسم الترشح المعلن بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات بموجب إذن إذاع من النقابة وفروعها. 7- عدد 2 صورة شخصية حديثة. 8- يقدم الطلب بواسطة المرشح نفسه أو بوكيل عنه بموجب توكيل خاص بالانتخابات موثقا من الشهر العقاري. تقدم طلبات الترشح لمستوى النقيب والوكيلين ومستوى الجمهورية والمستوى الإقليمي بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وما عدا تلك المستويات تقدم لفروع النقابة بالمحافظات. وتهيب النقابة بالسادة الزملاء سرعة سداد اشتراكاتهم ومراجعة أرقام قيدهم وموقفهم من السداد بفروع النقابة بالمحافظات. السكرتير العام الأستاذ الدكتور سلامة عبد الحميد، نقيب الزراعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمود الكتتني. هذا البرنامج برعاية كل الشكر لمراسلنا محمد صلاح على هذا التقرير. مباراة إسكو والتأمين والتي انتهت بفوز إسكو 2-0. برضو بنتوجه بخالص الشكر للكابتن راشد عبد القادر مدير المركز الإعلامي بمصر التأمين لتسهيله لكاميرات حلم الأضواء بالتصوير وتسهيل مأمورية الكاست بتاعنا. طبعا احنا اتكلمنا شوية ويمكن جات لنا رسائل كتير جدا بعد ما اتكلمنا على سيادة المستشار ونادي الزمالك، ولكن احنا بنستغل وجود معنا نجوم من نجوم الدوري الممتاز ونجوم القسم الثاني عشان نتكلم بقى على حلم الأضواء وأندية الحلم الأضواء والمجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بيسعدنا أن يكون معانا النهاردة يمكن نجم، أنا بعتبره نجم من نجوم التدريب، نجم نجح في كل نادي وصل فيه، نجم الإعلان لما أجي أقارنه ليه مشكلة واحدة، إن هو صاحب شخصية ورؤية، لكن في الملعب حدوتة، ما راحش حتة إلا بسم الله ما شاء الله علم فيها، ولكن هو دايما عنده الإرادة وعنده التوكل على الله إن هو لابد أن يكون المدير الفني مدير فني بكل خصائصه. معنا الكابتن أبو العينين شحاتة المدير الفني لنادي الفيوم، منورنا يا كابتن. الله يخليك يا استاذ خليل، وشكرا على المقدمه الجميله دي، واتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين. اهلا بيك، منور حلم الاضواء يا كابتن. ربنا يخليك. انت يمكن النهارده انا عايز اتكلم الاول على الفيوم، اخبار الفيوم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا 6 اسابيع الجوله 7 احنا طلعنا باي اول مباراه. حضرتك عرفت او عارف او متابع معايا على طول انه انا استلمت الفريق قبل اسبوعين بس من الدوري، حتى كان في اسبوع اتاجل، ده كان من حظي، وعارف انه الشغل كله بيترتب وبيركب على فتره الاعداد. الحقيقه انا ما قضيتش فتره الاعداد مع اللعيبه
لكن اشتغلت على قد ما فيا. النهارده سادس اسبوع الحمد لله احنا بنأدي اداء كويس وشكل محترم جدا، لكن النتيجه بتبقى سلبيه. لكن احنا عكس بقى اللي حضرتك قلته دلوقتي، انه الاهلي وحش وبيكسب، الزمالك وحش وبيكسب، والناس تهمها في النهايه الثلاثه بونت. انا بأدي اداء كويس جدا، لكن بيصادفني مثلا ممكن عدم خبره اللاعبين، عدم توفيق، لكن انا يعني غير راضي عن النتائج، لان انا طموحي ان انا اكون في مقدمه الجدول، وشغلي كله مع اي نادي ان انا اكون في الاربعه الاوائل او بنافس، لكن النتائج جايه على عكس الاداء. لكن اللي مطمني ان الاداء كويس، ان احنا فرقه محترمه، بالوقت ان شاء الله هنبقى كويسين باذن الله، والنتائج هتتحسن. وما صعدتش يمكن بفارق نقطه او نقطتين عن النصر والتعديل، والموسم اللي قبليه كانت بتنافس. اذا هي فرقه بتعرف تلم بناط داخل وخارج الارض. الفرقه دي تعادلت مع المنيا فريق كبير، تعادلت على ارضها قبل كده تعادل سلبي، وهو دوري صعب جدا يا استاذ خليل. اكيد يعني محتاج امكانيات ماديه وبشريه، ومحتاج تنظيم، ومحتاج بديل كويس. اللي بيجمع بناط اعتقد ان هو يقدر يقعد في الدور الثاني ان شاء الله بشكل كويس، خصوصا في الدور الاول يا كابتن. يمكن زي ما انت حضرتك بتقول، يمكن احنا معانا الفيوم وبني سويف، وكان تقريبا 1-1 في المباراه، معانا هدف من المباراه. يمكن يا كابتن برضو في معاناه في مجموعه الصعيد. هتكلم عن المعاناه، انت هتفتحني في حاجة. لا انا عايز افتح المعاناه النهارده. انت عايز تفتح في نقطتين، المسافات، ضغط المباريات بالنسبه للمجموعات الثلاثه بشكل عام. اولا لما جينا نتكلم في اول السنه، قلنا الصالح، ويمكن كنت معاك في البرنامج على النيل، قلنا الصالح العام لمصر في الكوره انه يبقوا ثلاث مجاميع بالظبط، وانه احنا هنتحمل. انا ما كنتش ساعتها في مجموعه الصعيد، كنت ساعتها ماسك دمياط، واتكلمت في البرنامج وقلت انه الصعيد هيتحمل حاجات كتير، بس بشرط يبقى فيه تنظيم ويبقى فيه مساعده ماديه للانديه. دلوقتي احنا لعبنا امبارح مع فرقه المدينه المنوره، واتمرنت النهارده، وهلعب الاثنين مع تليفونات بني سويف، وهسافر سوهاج يوم الخميس. باي منطق العب ثلاث مباريات في ست ايام، من الجمعه للخميس في ست ايام، مع المسافات الطويله، مع 8 ساعات سفر، مع استهلاك بشري ومادي بالظبط، مفيش راحه، مفيش تركيز. والفرقه دي كلها ما يعني معلش يعني مش بيبقى 30 لعيب زي بعض، تبقى عندك 15 16 لعيب. يعني انا النهارده عندي 3 4 لعيبه اصابات وانذارات. فاحنا بنتمنى بس من الساده المنظمين، كانوا اجلوا لنا بس ماتش سوهاج، ويراعوا حته المسافات. المدينه ده لو مشترك انا عايز اقول لحضرتك كده، ما المدينه نفس القصه، المدينه بس هو مش مشترك في الكاس، بس مش مشترك في الكاس. هو لو مشترك في الكاس كانت هتبقى مصيبه، لانه هيوصل لسه النهارده بالليل يلعب ازاي، يلعب ازاي قبل ما يوصل يرجع تاني. يعني برضو الناس ما بتراعيش تعب وعناء، خاصه مجموعه الصعيد دي. احنا اقرب مسافه لينا المنيا 3 ساعات، يعني هم بنقول احنا ما سافرناش، بنسافر في باص 28 ولا 30. انا شخصيا كمدير فني ببقى نازل من الاتوبيس رجليا وظهري متكسرين، ما بالك باللعيب اللي هيلعب وهيبذل مجهود تاني يوم، هيأدي ازاي؟ ثانيا، الشركات الرائعه اللي اشترت حقوق البث يا استاذ خليل، يعني مش شاطره معلش يعني. احنا انت شاري مباريات المفروض بتقدم شكل كويس للناس، المفروض بتروح ملاعب كويسه، المفروض بيبقى الشكل زي الدوري الممتاز بالظبط. انت مش دافع مبلغ قليل، ده 66 مليون جنيه. انا النهارده لما اروح ملعب ما فيهوش حمام، مش عارف اصور فيه، بقعد اقص شجر عشان احط كاميرا. ارضيه الملعب لا تصلح الا لمعلش يعني للخيل وللبهايم. ما ينفعش تلعب عليها كوره، ازاي هرتقي بالدرجه دي، وازاي هطلع شكل
للناس اللي بتتفرج علينا خارج مصر ويقولوا ده شوف الدرجه الثانيه في مصر شكلها عامل ازاي. النهارده ماتش في استاد القاهره، تعال شوف احنا بنلعب فين في الصعيد. انا مش عايز اذكر ملاعب لان كل الناس دي اهلي واصحابي واخواتي، لكن كان المفروض على اللي بيتعاقد كان يشترط على اتحاد الكوره ان انا هلعب كله في استادات. عندي استاد سوهاج، عندي استاد ثلاث استادات في اسيوط، استاد الاربعين واستاد اسمنت اسيوط واستاد بترول اسيوط، عندي في 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 اسوان استاد اسوان، عندي في بني سويف استاد بني سويف، عندي في الفيوم استاد الفيوم، عندي في المنيا استاد الجامعه، كلها استادات. انا هاخد 300,000 جنيه من حقوق البث يا استاذ خليل، فيها ايه لما اعمل 10,000 جنيه للمباراه داخل الاستادات؟ ايه المشكله؟ انا كنت بحلم ان انا اخد 50,000 جنيه، لما يوصل لي 300,000 جنيه ادفع منهم 10 للاستادات، 5,000 جنيه في المباراه، وهم اصلا مش هيبقوا 10,000 جنيه، هيبقوا 8,000 جنيه، ماتش ب 5,000 جنيه مع تمرينه كمان. ويبقى الشكل كويس وتقدر تصور وتقدر تعمل لقاءات، بدل ما احنا بنروح ما نلاقيش حمامات، اقسم بالله بنروح المسجد نريح. ما هو انا في سؤال، يعني هل الشركه الراعيه جايه لخدمه الانديه؟ ام الشركه الراعيه ديت بتستغل الانديه لخدمه مصالحها هي بقى، تضم المباريات، تضغط المباريات، تضغط الحكام، تضغط المدربين عشان تطلع بالشغل بتاعها الاعلامي، ولا هي جايه تخدم الانديه؟ انا 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 بخدم نفسي الاول بالظبط، لان دي تجاره. هو داخل ليه؟ مش عشان يكسب، مش المنتج بتاعه. لا هو مش هيكسب، هو مش هيكسب لان هو ما اشتغلش صح. ليه ما اشتغلش صح؟ انا دلوقتي لا رايح ملعب، انا مش عايز اذكر يا جماعه ملاعب عشان الناس ما تزعلش مني. لا لا ابدا، بالعكس احنا بنطخ الضوء عشان نحل المشكله. مش عارف يصور، مفيش باصتين، مفيش باص على الارض، كل الكور عادي لان الارض خلاص غير صالحه. مين اللي هيقعد يتفرج على مباراه زي دي عشان اجي انا احط اعلان على التلفزيون؟ ما هو مفيش منتج اصلا. انا كل فين وفين لما بلاقي مباراه على استاد كويس. فالاول كان اتفق على معلش لازم ترغم الناس على انها انت واخد فلوس ولا مش واخد فلوس؟ واخد فلوس، يبقى انا العب في استاد، ما العبش في ملعب معلش ما فيهوش حمامات، العارضه ملحومه وعامله كده، منظر مش مشرف، ودي فضائيات. على فكره دي مشكله، دي في كل في الثلاث مجاميع، في مجموعه الصعيد بس. لا يعني بس مجموعه الصعيد اكتر شويه، اكتر شويه. انا عايز ادخل بس في حته فنيه يا كابتن، يعني عايز اخد اللعيب اللي بيلعب في القسم الثاني. يعني انا لما بقول ان لعيبه الاهلي الزمالك اسماعيلي حرس الحدود الاعداد البدني بتاعهم، واحنا بنتكلم في ناحيه فنيه، الاعداد البدني بتاعهم وفتره الاعداد اللي بتتعمل بتاهل اللعيب انه ممكن يلعب كل اربع ايام. القوه الجسمانيه واللعيب متاهل من صغره، اللي بيلعب في اهلي بيلعب في زمالك بيلعب في اسماعيلي، انه يقدر يلعب كل اربع ايام. لكن اللعيب اللي بيلعب قسم ثاني او قسم ثالث يا كابتن، اللعيب اللي بياكل على راي الاستاذنا احمد القصاص لقمه وحته جبنه وبيطلع يشتغل في الفاعل ولا بيشتغل في مصنع، ولا لانه هو مش لعيب، مش ستار، ومش هل يقدر يدي يا كابتن كل اربع ايام؟ انا معاك في الحته دي، لكن برضو خلينا نقول ان الناس اللي شغاله في الممتاز بيه كلها، مش كلها يعني، معظمها ناس لعبت على مستوى عالي، ناس يا دوبك تدعيم يا كابتن في كل فرقه. لا يعني اقصد المدربين. لا انا بتكلم على اللعيب، بقصد في الاعداد. انا هكلمك واحده واحده، انت اتكلمت. انا بتكلم على قدره اللاعب البدني، هو ده اعداد بدني مخزون. انا بعمله عشان استهلك منه طوال الموسم. هل يستوعبه اللعيب اللي هو؟ ما انا هقول لحضرتك، انا بشتغل شغل دوري ممتاز وشغل بالظبط، يعني انا اللي اتعلمته من المدربين بتوعي زائد الدورات والشهادات اللي انا حصلت عليها من دكاترتي ومن الدكتور محمد سعد والدكتور جمال محمد علي والناس اللي اتعلمت معاهم. بشتغل شغل علمي وشغل صحيح. انت بتتكلم في استيعاب اللعيب، لان انا ممكن احتاج ثلاث فترات تدريبيه في اليوم، هل هو هيبقى متواجد معايا ولا لا؟ هو ده، هل الاسلوب والنظام الغذائي بتاعه بالزبط هيتناسب مع شغلي ولا لا؟ هو ده اللي حضرتك بتتكلم فيه. اللعيب عندي نص محترف او هاوي، انا بسيب اللعيب يتاخر، بيقول لي يا كابتن انا بطلع اشتغل في مكتبه، انا بطلع اشتغل على تاكس، انا بطلع اشتغل على كذا، معلش انا هتاخر النهارده، معلش انا هغيب النهارده، الجول بتاعي شغال على عربيه. قال لي يا كابتن معلش اصل ابويا تعبان. انا هو ده اللي انا بقوله، فانا سبته وما خصمتش منه. لانه لو بياخد المقابل المناسب من النادي هيبقى محترف، هيبقى دي شغل. الاحتراف معناه التفرغ للمهنه، وده مش موجود، وده مش موجود. نيجي بقى للقوه الذهنيه للمدير الفني نفسه. انت يا كابتن لما تلعب كل اربع ايام زي ما بتقول ان انت عندك مباراه مع المدينه المنوره، وبعدين هخلص المدينه المنوره هروح العب في كاس مصر بعد يومين، مرنت النهارده تروح يومين، انت حتى انت ذهنيا هل هجهز نفسي؟ احنا بنتكلم بقى بالمعتدل والنظام المفروض عشان انجح كمدير فني، هل يبقى عندك المساحه يا كابتن ان انا جاهز لمباراه اخرى بتخطيط اخر وبطريقه لعب اخرى ومنافس قدامي هلعبه بطريقه ثانيه؟ تلحق؟ اولا في كل الدول المحترمه واللي بتفكر تفكير سليم بينزل لي الجدول من اول الموسم، بعرف
يوم السبت في شهر كذا في سنة كذا في يعني احنا الموسم بياخد شوية من 16 وشوية من 17 يوم الجمعة في مباراة بين فلان وفلان احنا فوجئنا اصلا ان مباراة الكاس وان قرعة الكاس يوم الخميس اللي فات فاحنا عرفنا قبلها بيوم او بيومين فقول لي بالله عليك لما انا اكون عامل حسابي ان انا هلعب الجمعة وهلعب الخميس ويطلع لي ماتش فجأة كده من تحت الارض في الكاس مع فرقه قويه زي فرقه تليفونات بني سويف كل الامور اللي انت حاسبها بتتلخبط يعني انا هضطر اشيل من هنا واحط هنا واغير فرقتي واعمل حسابي ان انا هسافر بعدها والاجهاد والكلام ده كله فالدنيا دي كلها بتتلخبط معايا اما لما اكون بادئ الموسم عارف انه يوم الفلاني يوم الاثنين الموافق كذا كذا عندك ماتش ببقى انا عامل حسابي من اول يوم ان انا اليوم الفلاني هدي راحه اليوم وده بيساعدني انا بيساعد اللعيبه بيساعدني وبيساعد النادي وبيساعد كل حاجه ويساعد اتحاد الكوره ده التخطيط السليم لكن مش موجود اما العشوائيه هي اللي بتربك حسابات اي حد انت لو بصينا بنظره كده للمجموعه الاولى يا كابتن انهي مباراه عايز تقف عندها وتقول الحته دي عايز اقف عندها شويه يعني هو تقريبا كل الماتشات انتهت طبيعيه يعني الجونه وطاميه ما فيهاش كلام يعني فرقه طاميه فرقه محترمه ومقدمه عروض يعني فوق الممتازه لكن الجونه برضو يعني عندها لعيبه خبره وعندها لعيبه كويسه كيما اسوان وسيوطي برضو احنا بنضرب الشغل في التوفيق يا استاذ خالد في توفيق ربنا سبحانه وتعالى لاسوتي شغال كويس جدا لكن معاه توفيق ربنا سبحانه وتعالى 2-1 موفق لانه بيروح يتساوى في الملاعب الوحشه مع الخصم بيتساوى كل ان هو يكسب ويجيب جولين ويكسب طهطه في طهطه فيها توفيق كبير طبعا المنيا ده دي نتيجه طبيعيه 2-0 على وطهطه دي برضو دي اللي ممكن اقول مفاجاه شويه لان فرقه طاقه كويسه قوي فرقه كويسه فرقه هنا برضو فرقه محترمه وفرقه كويسه كان بتنافس برضو السنه اللي فاتت لكن على ارضها ان انا افقد الثلاثه بونت على ارضي حتى ما اخدش البونت هي دي المفاجاه بني سويف والالومنيوم الفرقتين محترمين وفرقتين كبار واحد. التليفونات بني سويف ونصر الفكريه حقيقه نصر الفكريه فيها ثلاث لعيبه على اعلى مستوى في الخط اللي قدام انا اسمع ان الكابتن حسام حسن ممضيهم في المصري هم فرقه لوحدهم النتيجه برضو شبه طبيعيه يعني فرقه تليفونات بني سويف احنا الوحيدين اللي كسبنا فرقه تليفونات بني سويف والحقيقه هم كانوا افضل في الماتش لما انا كسبتهم الفيوم والمدينه احنا استحوذنا على تقريبا 75% من مجريات الماتش وما كانش فيه توفيق لكن هم قدروا يطلعوا بالبونت البداري والسوهاج برضه نتيجه وصفر صفر نتيجه فيها شبه مفاجاه يعني فرقه البداري برضو يعني في ملعبها مع سوهاج ملعبها برضه قلت لك الملاعب الوحشه يتساوى فيها اي حد والتوفيق بتاع ربنا بس الملاعب الوحشه خلي الاهلي ده يروح يلعب نصر الفكريه مش هيلعب كوره مش هيلعب كوره خصوصا سيستم لعبك وطريقه لعبك مش هتلعب يخسر لان هو ده واقع اي فرقه ممكن تكسب انت مش عارف تمشي مش عارف تفرض اسلوب لعبك وانت عارف انت حضرتك ان اسلوب اللعب بيتغير من اسبابها الملعب لا انا راجل بلعب كوره على الارض فروحت الاقي ملعب مش عارف العب فيه كوره على الارض فاضطر اغير اسلوب لعبي للاسلوب الطويل اللي هو بيجيده الخصم بالظبط فالدنيا تتقلب عليه اكيد طبعا كلامنا لسه ما انتهاش هناخد فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا إن شاء الله ما زلنا في المجموعة الأولى هنتابع معاكم فاصل ثم نعود هذا البرنامج برعاية مصر للتأمين صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط مصر للتأمين خبرات دولية بعقول مصرية ترجمة الانتماء والروح الوطنية مصر للتأمين أول وأكبر شركة تأمين وطنية مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك خدمة العملاء 19114 مصر للتأمين حصن أمان للملايين
هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. هذا البرنامج برعاية عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى. بيسعدنا أن ينضم لنا الناقد الرياضي بالأهرام والصاروخ في التصريحات، الصاروخ في التحقيقات، الصاروخ في كل الاحداث، الكابتن عبد المنعم حسن ناقد رياضي الاهرام. منورنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن، الشرف ليا التواجد مع حضرتك، وزي ما بنقول دائما برنامج حلم الاضواء دائما هو الابرز هو الاقوى، هو صاحب الرياده، هو السباق دائما في الحصريات، وهو السباق دائما في التوقيت الزمني. ان حلم الاضواء حضرتك بادئ اعتقد من 35 سنه، وطبعا الشرف لينا كابتن. البرنامج بيتنقل من قناه لقناه، لكن ما زال بيحتفظ برونقه وقوته وصدى الواسع وسط الجماهير. الحمد لله. اهم حاجه ان كله ده يعود للانديه، ان طبعا الانديه تستفيد يا كابتن ابو العينين. دي الحاجه اللي احنا كنا، ده الهدف بتاعنا. والحمد لله، حتى لو احنا واخدين حته صغيره كده بس احنا مبسوطين. كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ناس ممكن بتدخل، يمكن رغم ان في انفراد للقنوات، وده مش بايدك ولا بايد القنوات اللي زي قناه مصر الزراعيه ولا القنوات التانيه اللي كنا دائما بنقعد بالورقه والقلم قدامها، لكن زي ما قلت لحضرتك ما زلت بتحتفظ بانفراداتك. الحمد لله. قوه يمكن الظروف اللي اتحاد الكوره ووزاره الشباب ده كله منع، انا ضد ده كله على فكره، منع ان القنوات اللي هي صاحبه الرياضه وصاحبه البدايه ان هي يذيعوا الماتشات، لكن ما زلت انت بتحتفظ وما زلت ليك مشاهدينك. والحمد لله ما زلنا محتفظين بمين؟ باهم جزء معانا، المديرين الفنيين والنقاد الرياضيين. وانتوا لو احنا النهارده مش موجودين، ما زلنا على الساحه ما كانش هيبقى معانا واحد بقدر الكابتن ابو العينين شحاته، مش هيبقى معايا واحد بقدر الاستاذ عبد المنعم حسن. الكابتن ابو العينين ده اخ فاضل، ده اللي ملقبه بريتشارد. والله ويمكن حظه قليل، لكن مع قصه كبيره، لكن ان شاء الله هو موفق في اللي جاي ان شاء الله مع فريق الفيوم. احنا كنا بنتكلم مع الكابتن ابو العينين على المجموعه الاولى. المجموعه الاولى اتكلمنا على ضغط المباريات، اتكلمنا على المسافات الطويله اللي يعني يمكن الكابتن ابو العينين كنا بنتكلم ان هو عنده مباراه، كان بيلعب مباراه امبارح في الدوري، عنده يوم الاثنين مباراه في الكاس مع تليفونات بني سويف مشوار، وبعد كده يطلع على سوهاج يوم الخميس، يعني يعني مش هيلحق يوم الاربعاء، ما يلحقش يعمل استشفاء الخميس، ما يلحقش ماتش الخميس ده، هتسافر الاربعاء، هتسافر الاربعاء، ما تلحقش تعمل استشفاء، ما انت خلاص يوم الاربعاء ده مش تلحق تعمل فيه حاجه، مفيش والله كابتن. ويلعب الاثنين قدامه الثلاث، هيعمل في استشفاء حتى يفك اللعيبه، ومش هيلحق، يعني بنتكلم بقى كفنون كوره طبعا، مش هيلحق يقول يا جماعه انا هلعب ازاي في الملعب، هيقولها نظر لان مش هيلحق. صحيح والله يا كابتن. انا يمكن انا المسؤوليه في هذا الكلام اللي حضرتك قلته، والقضيه ديت قضيه كبيره مش سهله طبعا. انا بحمل اولا، مش بحمل لجنه مسابقات، كابتن خالد مغلوب على امره، كابتن طبعا. خالد كام، لكن النهارده دخول احد القنوات اللي انفردوا بالدوري، اصبح النهارده لما دفعوا 66 مليون جنيه مطالبين ان الدوري ده يتذاع، اهلا وسهلا، خير وبركه. لكن مش النهارده، عشان انت كقناه، انت عارف يا كابتن في البدايه الدوري اتاجل مره واثنين وثلاث خمس مرات. لما جينا طبعا انا كنت طبعا في اتصال بالناس كلها، كابتن خالد لطيف يمكن لسه متصل بيه قبل ما اخش الحلقه مع حضرتك، وكابتن احمد مجاهد، طب ليه الدوري اتاجل؟ كان بناء على طلب الشركه الراعيه والقنوات، علشان اهلا وسهلا زيع. والنهارده يمكن ما كناش نعرف اللعيبه، وكابتن ابو العينين يمكن يأيدني في، ما كناش نعرف معظم اللعيبه او معظم الناس النقاد الرياضيين او المدربين. النهارده الكابتن ابو العينين وهو على الشاشه عارف هيلاعب مين، وشايف الفرقه اللي بتلعب، بيشوفها قدامه على الشاشه. لكن ده كله يا كابتن ما يجيش ضد الانديه، يعني نادي زي الفيوم اعتقد ان امكانياته يعني متوسطه او ضعيفه، ما ينفعش ان انا النهارده
استجيب لرغبه قناه فضائيه وان انا اضغط له الماتشات، يعني دي كارثه كارثه يا كابتن. انا بسميها كارثه انه يلعب كابتن ابو العين امبارح ويلعب الاثنين، يعني اللعيبه مش هيلحقوا هو مش هيلحق حتى يجدد فكره. فكل ده ضد يا كابتن، ضد الفكر التدريبي، ضد الرياضه، ضد الانسانيه، ان انا اللعيب على الاقل لازم يرتاح 72 ساعه يمكن يا كابتن بين المباراه والمباراه. لكن النهارده انا في سفر، في سفر 24 ساعة، يعني كابتن ابو العينين عنده سوهاج يوم الخميس يا كابتن، وعنده تليفونات بني سويف. ماتش انتوا قال كمان يعني ده واحنا واخدينه تمرين دلوقتي، ده جهد فالنهارده انت كاتحاد كورة، وانا بناشد اهو من خلال برنامجك الطويل ده مهندس هاني ابو ريده، يعني شفقة بالناس دول. الجونه يقدر عنده امكانيات، الاسيوطي يقدر، المينا يقدر، عندهم ملايين يا كابتن. انما النهارده لما اجي اكلم حد في اتحاد الكوره يقول لي ما احنا هنصرف 300 يا كابتن، 300 يمكن الكابتن ابو العينين شاركني 300 خلص قبل ما يوصلوا، قبل ما يوصلوا ما يكفي، وما فيش حاجه اصلا راحت، ما يكفيش ماتشين يا كابتن. فانا بطالب يعني الكابتن خالد كامل لازم أن يكون لك بصمه، اي تجاوز او اي تقصير هيحصل هيرموه على اللجنه. لازم تنظيم المباريات يا كابتن، ماليش دعوه بحاجه اسمها كاس مصر، كاس مصر قوي قوي العب. لكن ماتش الخميس زي ما انت اجلت للقناه الفضائيه وللشركه الراعيه، اجل ماتش، اجل للراجل، اجل ده يعني القصه مش قصه فريق الفيوم بس، ده كذا فريق يا كابتن. احنا الناس يمكن من هنا انا بعيت الاستاذ عبد المنعم ان يعني لا فنيا ولا اداريا ولا انسانيا ولا اي حاجه خالص يتقبل الموقف اللي احنا بنشوفه. واكيد في انديه ثانيه، يمكن احنا معانا الكابتن ابو العينين حط النقطه دي قدامنا، اكيد في فرق ثانيه برضو في الصعيد او في المجاميع الثانيه بتعاني نفس المعاناه. يا ريت يكون في فعلا نظره من لجنه المسابقات ومن اعضاء اتحاد كره القدم، لان الناس دي ليها ظروفها زي ما بيقول الاستاذ عبد المنعم، الماديه والمعنويه والنفسيه. نروح للمجموعه الثانيه وانا بسميها مجموعه المفاجآت. كابتن ابو العينين لو بصينا كده للنتائج هنلاقي اكثر من مفاجاه. أول مفاجأة وبناء عليها شارع الدخان والزرقاء، وفوز الزرقاء على شارع الدخان 4-1، وكانت النتيجة إقالة حازم فضل المدير الفني والجهاز اللي معاه. أولاً يعني فرقة شارع الدخان فرقة محترمة جداً، معروفة أنا من ساعة ما وعيت على الكورة، وفرقة شارع الدخان دي مفيش يمكن مرة دور الترقي ما بيتهيألي كده يعني. تلات اربع مرات مع كابتن ابو بكر قبل كده، ساعه ما المعادن كان يعني من سنه 2099 و98 كانوا بينافسوا على الصعود. في الحقيقه في حاجه غلط يعني مش مفهومه. فرقه فيها كل الامكانيات دي، فيها كل الامور المتاحه للنجاح، ومفيش نجاح يبقى في حاجه، كل عوامل النجاح موجوده، كل عوامل النجاح موجوده، عندها رئيس مجلس اداره ملوش حل، ناس محترمه جدا، استاذ محمد عثمان هارون يعني حاجه جميله. انا لعبت هناك في الدرجه الثالثه وشفت الناس بتتعامل ازاي، ناس محترفين، فندق، ملعب، جيم، كل حاجه. لا في حاجه احنا مش حاطين ايدينا عليها، يمكن استاذ عبد المنعم بقى دي شغلته، لكن في حاجه مش مظبوطه، كلامي بيزعل. فالنتائج مش بس دي، النتائج كلها مش منطقيه خالص. يعني انا ازاي يعني بالامكانيات دي وبكل الصرح ده، معلش ده اغنى نادي، لا تقول لي بقى اسيوطي ولا لا، هم وفر لهم كل حاجه. انا اسف، كان مجدد فيهم الثقه الاسبوع اللي فات. انا كنت متابع يمكن انا كلام يا كابتن خليل، انت متعود مني وانا متعود منك ان انت بتفتح المجال لينا. اتفضل. انا باكدها من هنا هم برنامج حضرتك، واللي يزعل يزعل بقى ان في الخمس ست اسابيع اللي فاتوا اللي كان الكابتن حازم كان في مؤامره، ما تزعلش مني واللعيبه ما يزعلوش مني. كان في ايادي مش خفيه بقى، معلومه بالنسبه لينا يعني، لكن خفيه لبعض الناس الثانيه. كان في شغل مصالح على فكره، يمكن انا اختلفت مع الكابتن حازم في بدايه الموسم، حضرت له الاعداد. كان في كده بعض التحفظات يعني على ادائه، وده دي حريتي يعني من وجهه نظري. بعد ما بدا الراجل قال لي بس اتفرج على الفريق وكده، بدات اتفرج لقيت ما شاء الله شغل جميل جدا، والراجل جايب لعيبه كويسه. ميزانيه الدخان يا كابتن يمكن حضرتك لو ما تعرفش 4 مليون جنيه في الموسم. اما كان الكابتن بكر فوده ماسك في بدايه الموسم اللي فات واللي قبله، كانت الميزانيه بتوصل ل 6 و7 مليون جنيه. يمكن دي ميزانيه دوري فرقه دوري ممتاز. يمكن الكابتن ابو العين دلوقتي يقول لك طب ادوني فرقه زي ديت وانا اعمل لكم الفسيخ شربات. حصل في ايادي زي ما قلت لحضرتك كده دخلت مش عاجبهم ان الكابتن حازم ينجح. ليه يعني يا كابتن؟ ناس يعني ناس اقول لك بقى انا يعني ملخص مش هطول يعني.
بعض وكلاء اللاعبين لا داعي لذكر اسمه كان دوت بيستفيد من وجود الكابتن بكر فوده في المواسم اللي فاتت. كان الميزانيه اللي 5 6 مليون يا كابتن كان على الاقل نص مليون رايح. طبعا انا قد الكلام ده على مسؤوليتي، معلومات صحفيه على مسؤوليتي وحق الرد موجود يا كابتن زي ما حضرتك بتقول. كان طبعا بيطلع بقى زي ما بنسميها من تحت الترابيزه فلوس، ان انا بودي لعيب معين وما ينفعش الا اللي انا اودي اللعيب اللي هو وكيل اللاعبين المعين ده هو اللي يودي اللعيب للكابتن بكر فوده، وكابتن بكر يرد عليا في الكلام ده، ويمكن رد عليا قبل كده وفهمت الموضوع. النهارده لما منعوا دخول وكيل اللاعبين المعين ده من دخول النادي في وجود الكابتن حازم، والكابتن حازم اللي قال لي الكلام ده انا منعته من الدخول، والكابتن سعيد فتحي يمكن بيدافع عند حضرتك قال لي ده اتمنع من الدخول. ده كله ادى ان في علاقه سابقه مع بعض اللاعبين في الفريق اللي بداوا جايبهم قبل كده يعني يوقعوا الفريق. انا بقول المسؤوليه مش مسؤوليه الكابتن حازم. اللعيبه يا كابتن لعيبه كويسه جدا ولاعيبه اسماء ولاعيبه بالامكانيات اللي حضرتك ذكرتها، والكابتن ابو العين وقال لك امكانيات رهيبه وفي جيم وفي كل حاجه في نادي الشرقيه للدخان. لكن مع وجود مؤامره ده كله ادى لسقوط الفريق. وكان منتظر ان الكابتن بكر فوده امبارح المهندس محمد عثمان ياخد قرار بعودته الفريق، لكن قراره بانه يتولى الكابتن اشرف الرياني المسؤوليه. انا بايده في دي وما بايدوش. نمره واحد يا كابتن ان الكابتن اشرف الرياني مع احترامي لخبرته وتاريخه النهارده كابتن ابو العين حضرتك لما تكون موجود في الاستوديو بتتكلم عن دوري القسم الثاني والثالث، معروف الدنيا كلها عارفه الكابتن خليل مين. كابتن ابو العين لما يكون ماسك فريق وفي اللعبه يمكن مسك اكتر من فريق كابتن ابو العين في وجوده اهو، ان هو موجود في الدوري، لكن بعده ده طبعا بيؤدي طبعا لبعده عن معلومات عن اللعيبه والفريق لازما اكيد. برضه مجلس الاداره شايف حاجه كابتن اشرف اشرف ريان والله كويس جدا، نتمنى له التوفيق. نتمنى له التوفيق كويس جدا كاخلاقيه. هو اسم يمكن على الساحه مش معروف قوي طبعا، ولكن هو اكيد انا ما اعتقدش ان مجلس اداره بقيمه برئاسه الاستاذ محمد عثمان هارون هيختار يا كابتن ابو العينين مدير فني الا اذا كانوا شايفين في حته احنا مش شايفينها. ولكن زي ما انت بتقول احنا نتمنى للشرقيه للدخان العوده مره اخرى للمنافسه والصداره اللي احنا كنا بنشوفها. اتفضل يا كابتن. بس من الموضوع ده لا احنا لسه اتفضل. يعني الدوري صعب، واللي هيقعد في الدوري الممتاز السنه دي يبقى بطل. الممتاز به الممتاز به يعتبر ممتاز يعني انت طبعًا. شوف الفرق وامكانياتها في المجموعه دي بالذات الموضوع صعب جدا. وانا اتوقع منافسة بعض الفرق اللي لها باع وتاريخ كبير على الهبوط، لان انت طلع الشهداء شهداء الاسماعيلية وكهربة اسماعيلية وكوكاكولا وشوف بقية الفرق مين يعني لما اسماء كلها لعبت ممتازة كابتن، لعبت في الممتاز. فانت اكيد في فرق من خمس فرق تلت المجموعة بينزل تقريبا فانت خمس فرق هيبقوا كتير جدا كابتن. هي الفرق فعلا زي ما حضرتك بتقول لعب الدوري ممتاز، بس النهارده مين اللي بيقود الفرق؟ مع احترام للكابتن طارق سعيد انت النهارده كابتن لما تيجي تبص على اتحاد الشرطه بامكانياته، لو اتكلمنا بقى على الشرقيه للدخان طبعا في فرق كبير طبعا، اتحاد الشرطه امكانيات رهيبه. لكن النهارده كابتن طارق السعيد سنه اولى زي ما بنقول ممتاز بيه وسنه اولى مدرب. النهارده شوف فريق الشرطه فين يا كابتن؟ التاسع هابط من الممتاز. بص كابتن عشان انا اتفضل طارق يعني طارق اشتغل مع كابتن حسام حسن كتير طبعا، اشتغل معاه في اتصالات وكان ماسك جمهوريه شيبين على الارض كويس. الكره فيها توفيق وعدم، انا بضرب شغلي في التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى عشان تكون في صوره التوفيق يا كابتن. يبقى وعدم التوفيق مستمر يا كابتن؟ لا مش مستمر. انت بتبص على ايه يا استاذ عبد المنعم؟ بتبص على شكل الفرقه. الفرقه دي بتادي وكويسه وبتخسر بعدم توفيق ولا هي اصلا وحشه؟ طبعا ده هنا الحكم على الكابتن طارق او لا. هو انا عايز اخد انا عايز اخد حاجه احصائيه كده. يعني انا لو بصيت لك يا كابتن كده في المجموعه ديت مثلا، هاخد اي مجموعه خلينا في المجموعه الثانيه عم نتكلم فيها، هنلاقي مين يا كابتن ابو العينين في الاول؟ هنلاقي فريق النصر سيد عيد مش كده؟ طبعا. منتخب السويس خالد جلال. خالد جلال استقرار. ايوه شوف إيه. شوف انت بقى عايزين نوصل لايه؟ هو انا متفق مع الكابتن ابو العنان ان كل حاجه في حياتنا اي استقرار فني. لا ولا لا انا اقصد اخد بس نقطه احنا انه كابتن سيد عيد كل سنه بينافس على شوف مين. لا شوف دول ما اتغيروش. طب وهل الشرطه ما فيهاش استقرار؟ انا هوصل لك السؤال اللي عايز جوابك عليه. المستقبل ما فيهوش. لا ما انا عايز اتكلم في النقطه. هو ده اللي انا عايز اوصله. اكمل بس عشان توصل لك. اتفضل. لما اجي اتكلم مثلا هاخد اربع فرق زي ما قال الكابتن ابو العينين كده، هاخد من النصر منتخب السويس اللي هم الثلاثه الاوائل.
هلاقي فيه يا كابتن استقرار في المدير الفني من السنه اللي فاتت ومن اللي قبل اللي فاتت. ما فيش تغييرات. صحيح. انت لو بصيت لها ما غيروش. صحيح. وهتلاقي الفرق هات اللي تحت كده من تحت كده. سيراميكا والبنك الاهلي كذلك. لا انا هاخد بس ايه عشان وقتنا. صلاه كابتن تامر. هاخد ثلاث فرق من تحت ثلاث فرق من فوق. شوف اخر ثلاث فرق مين. القناه الترسانه الزرقاء كلهم غيروا عندهم مشاكل. صحيح يا كابتن. واللي عنده استقرار في المدير الفني يا كابتن الدنيا ايه؟ مشيت. ماشيه معاه. وانا برضو بتفق مع الكابتن ابو العينين لان احنا كبشر وكانسان كل حاجه في حياتنا بالتوفيق ولكن برضو في عوامل اللي بتساعدك في التوفيق. انا هقول لك ان هو الاستقرار يا كابتن. انا ما نجحتش قوي في الواسطه بدون امكانيات الا ما قعدت مع اللعيبه ثلاث سنين ورا حافظوا شغلي. انجح خلاص يا كابتن. حافظوا شغلي. كابتن كلامك ده هيجيبنا لحاجه كويسه. انا بفرق بين حته عدم الاستقرار ان ساعات رئيس النادي يمكن انا كنت تضامنت مع الكابتن ابو العينين اما كان ماسك دمياط. منين يا كابتن النهارده انت جايب لي بطوله وانا حضرتها وكنت حاضر النهائي. جايب لي بطوله من فرق مين؟ من المنصوره والزرقاء فرق قويه جدا وديكرنس. ومن النهارده بعد ما اخد البطوله هو بيستلم الكاس النهائي رئيس النادي قال له متشكرين يقول لي بقى انت قلت انا عارف انت اعتذرت انا استشعرت حسيتها خلاص اعتذرت المفروض اجري لك يا كابتن الحاج محمد ابو جنبه مع احترامنا ليه راجل حبيبنا وكل حاجه ممكن انا اختلفت معاه ويختلف معايا وبيكلمني واكلمه لا انت عندك راجل عمل استقرار فني اجرى وراه على النقيض تماما انا بقول اهو الاستاذ محمد الطويله طبعا عملاق التغييرات اظن مفيش احسن من الكابتن ياسر رضوان والناس العمالقه اللي مسكوا نفسي وكابتن ماشي موجود لسه موجود انا قريت النهارده انه مين على مين انه كابتن عمرو ايه كابتن عمرو انور موجوده موجود لسه لكن هيمشي انا بقولها لك اهو هيمشي انا اعتقد اللي بيمتي مع الاستاذ محمد الطويله عقد التدريب بيمضي عقد الماشي عقد الماشي ما انا بقول يعني حرام يعني ناخد يا كابتن ابو العين لو رحت برضو تاني مباراه اخرى وهي جمهوريه شبين و2-0 على الترسانه في ملعب جمهوريه شبين في ظل نتائج جمهوريه شبين انا شايف ان دي مفاجاه لا جمهوريه شبين اولا فرقه كبيره وفرقه جدا ومحترمه انا لقيت لها مباراه يمكن يعدي طبعا فرق طبعًا كتير في في المجموعه وترتيبها ده بالنسبه لي انا مش مرضي كابن من ابناء جمهوريه شبين وكابتن رضا عبد العال ما وفقش في الفتره اللي عمل الفرقه زي ما عملها في الانتاج الحربي وصعد بيها كابتن مؤمن زي ما عمل طنطا وعمل الفرقه في جمهوريه شبين الانتاج الحربي احنا بتكلم عن الانتاج الحربي لكن التوفيق ما ساعدوش فجي كابتن ياسر رضوان الراجل يعني اشتغل واجتهد وربنا وفقه كان قريب جدا من المكسب في ماتش السكه الحديد لكن برضو الرعونه والدلع ضيعوا الماتش لكن اعتقد ان جمهوريه شبين عرفت بقى الطريق الصحيح وان النتائج الايجابيه وفي ظل تخبط عايز اقول لك على حاجه يا كابتن اللعيبه رجعوا في الماتش دوت المهندس احمد جبر رجع يمكن كان معاه كما كانوا متمرنين كان معايا في الحلقه فعلا وقلنا الكابتن هشام زكريا لا يسال عن النتيجه طبعًا. لكن انا بقول ان هو يسال عن النتيجه دي يا كابتن يسال على نتيجه عاليه قوي هزيمه لان خلاص اللعيبه رجعوا واستقروا وتعاهدوا وقالوا لا هنقف يمكن معانا ماتيريا من ارشيف الترسانه مباريات الترسانه اللي فاتت كان مع الشرطه 1-1 في مباراه ثانيه برضه يا كابتن يعني انا مش عارف انا شايف فرقه ماشيه كويس قوي الناس مش واخده بالها منها الاتصالات الاتصالات وصلت لمرحله الاستقرار يا كابتن وكابتن تامر راح في وقت متاخر جدا برضه بالظبط والحقيقه انا اتفرجت على الفرقه في اكتر من مباراه ليها شكل كويس وليها شخصيه بالظبط ولها شخصيه والحقيقه النتائج عكس طبعا الامكانيات لان كل الناس مفكره ان الاتصالات زي اتصالات زمان بالعكس هم شايلين ايدهم عن الاتصالات شايلين ايدهم عن تليفونات خالص بني سويف والحقيقه انا بحيي الكابتن تامر وبيحرج اداره النادي بيقول لهم احنا باقل امكانيات ماشيين كويس لو ساعدتونا اكتر من كده ممكن نصعد ان شاء الله ان شاء الله كابتن عبد المنعم اروح لمباراه اتحاد الشرطه منتخب السويس وخالد جلال وفوز كبير على اتحاد الشرطه 2-1 في اتحاد الشرطه طبعا انا بستمر مع حضرتك وبأيد كلام الكابتن ان الاستقرار فعلا هو اللي بيوصل الفرقه لاهدافها وانا عاوز ان منتخب السويس رغم ان كان في برضه بعض الانقسامات في مجلس الاداره مع بين المهندس اسماعيل بدر وبعض على تواجد الكابتن خالد جلال ان بعض اعضاء مجلس الاداره راهنوا انا بقولها يعني كان المهندس اسماعيل بدر كان عايز تغيرات في الجهاز الفني
لكن اعضاء مجلس اداره رهنوا على وجود الكابتن خالد. ده ادى فعلا ان هم لما رهنوا عليه كسبوا الرهان مع وجود الكابتن خالد النهارده وهو في المركز الثاني. لكن بالحسابات هنقول ان هو فاضل له ماتش ينقص ماتش عن ولا في 6 مباريات والنصر 7 ينقص ماتش النهارده فرق نقطه واحده. لما يفوز الماتش هيبقى فارق بنقطتين. لكن مع وجود انا قريب جدا من الكابتن خالد جلال ما شاء الله على المستوى الفكري والمستوى الفني والتعامل النفسي مع اللعيبه حاجه هايله جدا. ويمكن عايز اقول برضه السنه كام دي ليه يا كابتن مع الفرقه؟ السنه الثالثه. عشان كده شوف الكابتن قال لك انا كنت مع الواسطه 3 سنين التيم بتاعه بيعمل احلال وتجديد كل سنه. صحيح. وصل بيه اخر سنه ايه بقى؟ الفرقه بس عايز اوصل لاقل الامكانيات. صحيح. للتصفيق. عايز اوصل لحاجه ان الاستقرار منتخب السويس ما شاء الله فريق جماهيري. يعني يا ريت بقى الناس اللي يمكن معلومه ويمكن انفراد لبرنامج حضرتك ان الكابتن خالد جلال مرشح مدير فني منتخب المحليين. هو وكابتن جمال عبد الحميد. اكيد هنتكلم في موضوع المحليين. فالنهارده اخشى ان الفكر ده لما يوصل للكابتن خالد جلال يبدا المعنويات تتجه ان انا رايح. طبعا هو هيقيد ان نروح زي ما برضو الاسبوع اللي قبل اللي فات كان في جلسه بينه وبين المستشار مرتضى منصور ان هو يروح مدرب عام فريق الزمالك. انا عايز اتكلم بس في نقطه. هل اما اعمل منتخب المحليين في وسط الموسم اللي احنا عمالين دلوقتي نقول الحقونا جاي الوقت وضغط المباريات انت هتقدر تجمع فرقه وتعملها تدريبات وروح الكابتن؟ شوف انا صعب قوي يعني. اولا كابتن خالد جلال صاحبي وصديقي وعشره عمر لعبت معاه 4 سنين في هتقدم له النصيحه. انا هقدم له النصيحه. اولا انا بتمنى له التوفيق. مدرب مجتهد ومحترم واخلاق وحاجه ما شاء الله. لو عرض عليك مدرب عام في ان شاء الله في ريال مدريد ما اروحش. خليك لان انا مدير فني. بالظبط. ازاي اقبل ان انا اروح اشتغل بعد ما اشتغلت انا ليا القرار وانا اللي بقول يمين وانا اللي بقول شمال اروح انتظر من راجل يقول لي لا اعمل كذا واعمل كذا؟ انا ما قبلهاش اصلا على شخصيتي. بالزبط. ولو حتى هشتغل في اكبر نادي كابتن. بس تاني حاجه لو اتعرض عليه لما ناديه بلده بتناديه كابتن في اي منصب كابتن مع احترامي لو اتعرض عليه مدير فني منتخب الظل او منتخب الدرجه الثانيه انا لو مكانه برضه هرفض لان انا شغال في مكان محترم والمكان المحترم ده لو انا طلعت بيه همسك اكبر واحسن من اي الشغل في المدير الفني للدرجه الثانيه ده مؤقت. اما الشغل في الممتاز بيه كمدير فني ده شغل دايم. لو سقطت مع الفرقه واشتغلت في الدوري الممتاز صحيح بقى ليا اسم وهو ده اللي منتظر. وده اللي عمله مؤمن سليمان كان مع الاسيوطي وصعد. كان عمله خالد عيد وصعد. عمله كابتن ايمن مزايل وكابتن حماده رسلان كتير يعني نيجي نعد هنلاقي كتير طبعا. كابتن عبد المنعم مباراه سيراميكا والنصر وكانت في احداث والكواليس. طبعا دي كانت طبعا من حضرتك سريعا عشان دي طبعا كانت مباراه طبعا مباراه قمه بين فريق النصر ان لو فاز هيبقى طبعا كانت المباراة قوية جدا كلنا تابعناها النهارده اللي تابع من الملعب واحنا تابعنا من الشاشة يعني كانت مباراة قوية جدا. لكن زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا مع الكابتن ابو العنان وحضرتك الاداريين هم اللي كانوا هيتسببوا في مشكلة مع احترامي لهم الاثنين حبايبي قوي كابتن محمد الكيلاني سيراميكا والنصر محمد الكيلاني سيراميكا وكابتن اشرف حامد الاثنين على المستوى الاخلاقي لكن هي النهارده المباراة هي اللي عملت قوتها يا كابتن وان اهتمامها بالنسبه للفريقين اهميتها بالنسبه للفريقين هي اللي عملت الحلقه دي. لكن انا عايز اقول انا طبعا بشكر الكابتن سيد عيد والكابتن سعد على هدوءهم وعلى هدوءهم سلموا على بعض سلموا على بعض قبل الماتش وبعد الماتش وكانت مباراه جميله جدا. لكن عايز اقول ان سيراميكا ضيع انتهت بفوز النصر التعادل لانه ضيع اضاع وجودي ان الاستقرار الفريق ده لسه صاعد بالظبط قوي لكن انا كنت متوقع بقولها هو برضه على مسؤوليتي ان فريق سيراميكا يمشي اول 3-4 اسابيع كويس لكن بعد كده الخبره يا كابتن هتبدا اللي عنده خبره من بدايه المدير الفني واللعيبه كابتن ابو العينين في عوامل الاستمراريه الدوري طويل جدا احنا لسه في الدور الاول الدور الثاني اللي عنده العوامل البشريه والعوامل الماديه اللي تخليه نفسه يبقى طويل صدقنا هو اللي هيستمر الجدول دلوقتي يعني انا بعتبره مراكز زائفه ولكن الاستقرار والعوامل البشريه والعوامل الماديه يا كابتن ابو العينين هي اللي ممكن تساعدك النهارده مع مدير فني واعي صحيح هي دي اللي ممكن توصل الفرق. الجماهير يا كابتن يمكن احنا كان معانا لقطه مع مخرجنا لمباراه كوم حماده والمحله انا عايز بس قبل ما انهي فقرتني معاك وعايز اتكلم مع 2
واحد قيمه وقامه في التدريب وواحد قيمه وقامه في النقد الرياضي. مشكله كبيره جدا عايز اخدها في الخمس دقائق اللي جايين، حلولها ايه؟ ونوجه نصيحه لاتحاد الكوره، لان انا من وجهه نظري انا شايف ان في انذار خطير جدا بتواجد الجماهير. يمكن احنا لو هنشوف بس مع بعض لقطه جبناها من مباراه كوم حماده ومباراه غزل المحله، المدرجات مليانه على اخرها. معانا الصوره يا كابتن، ده منظر الجماهير الحاليه اللي اتحاد الكوره بيقول لك ممنوع دخول جماهير. ثلاث حاجات عايز اتكلم فيهم. اتفضل يا كابتن. جميله لحضرتك النقطه اللي قلتها دي. ما هيبقى في استاذنك يا كابتن ابو العين بس اكمل السؤال. يبقى في جماهير يا ما فيش جماهير. يا ما فيش جماهير. الله ينور عليك. اذا هنا احترام اللوائح، واللوائح احد بنود القانون. لما انا اعمل لائحه في اتحاد الكوره اقول المباراه بدون جمهور، والحكم يمشي الماتش بالجمهور. خلي بالك ومراقب المسابقات الجمهور، خاصه لما يكون جمهور منافس واحد له تاثير على الحكم. خاصه ان انا كخصم اكون او منافس بلعب بره الارض خارج الارض. تمام. انت بتسيب حاجه تاثر عليك انت كحكم، لان الحكم من سلطاته طلع الناس دي بره تطلع، يا اما مش هلعب المباراه ولجنه المسابقات عشان هو كمان يرتاح نفسيا. اما لو الجمهور الاثنين منافسين موجود دي ما فيش مشكله. تمام. عندك لائحه بتقول ان ما فيش جمهور، يبقى ما فيش جمهور. رقم اتنين، ارسال الحكام من مناطق المطروح والبعيدة جدا لمجموعة الصعيد مما يؤثر ذهنيا وفنيا على، وكان قصدي في الكلام مش مش كلام على كابتن امير، كابتن امير علاء راجل حكم ممتاز وشخصية وما شاء الله كاركتر، بس بتأثر على اللوائح الذهنية عنده البدنية. بالظبط كده. الحاجة الأخيرة ان الحكم ده لازم يكون عنده ثبات انفعالي وراجل كده عاقل ومتزن. انا جالي حكم من منطقة الجيزة اسمه خليفة، ناقص يمشي بالشهاده بتاعته يقول انا دكتور. خليفة عبد الله مدكور. انا دكتور. انا دكتور. الراجل اول كلمه بقولها له يا كابتن، الراجل كابتن خليفة عبد الله مدكور، الراجل بيحجز يا كابتن اديله فاول، راح اول للرد يقول لي ايه؟ يقول لي انت هتعملهم عليا؟ الشويتين دول مش عليا. قلت له طلع موس بقى واضربني بيه، يعني ده اللي ناقص بقى موس وخلافات الكابتن عبد المنعم. الاحداث برضو والتوابع اللي كانت الجماهير، عايزين رؤيه حضرتك باختصار في موضوع الجماهير، لانه حاجه من الاثنين. النهارده جماهير المحله جماهير المنصوره جماهير دمياط قالت ما دام الجماهير بتخش كده بالشكل احنا بقى هنطلع بقى ايه برابطة المعلم كده وهنحضر المباريات. انا في واقعة طبعا حصلت انا بشجبها جدا بعد مباراة غزل المحلة وجوم حمادة، محاولة الجماهير الاعتداء على كابتن محمد عامل الخلوق القيمة والقامة في الكرة المصرية، سواء هو لاعب وهو مدير فني. اسمع راي حضرتك. اقول لحضرتك يمكن الكابتن الاولاني اتكلم في موضوع اللائحة. اولا وجود الجماهير يا كابتن لا يعطي الاحقية للفريق المنافس انه ياخد المباراة. اللائحه صريحه يا كابتن، لو انت رجعت لها هتلاقي غرامه ماليه وحاجه من ان اتحاد الكوره القى بالمسؤوليه على الامن. اتحاد الكوره القى يعني بالمسؤوليه، هو اللي يقول يخش هو اللي يقول ما يخش. النهارده لما يجي الامن هيقول لك او طالما ما حصلش مشكله انا سمحت للجماهير تخش، مالكش حق ان انت تقدم زي ما انت قلت. لو تقدمت ما تاخدش، رغم ان اللائحه بيقول لك عدم وجود جماهير، لكن نسابها يا موجوده يا مش موجوده. يا كابتن نمره واحد. نمره اثنين، ايه اللي هيضرني النهارده لما انا اروح مباراه ويكون فيها جماهير؟ ما انت لو معاك جماهير يا كابتن خدهم معاك في الاتوبيس ويشجعوك، ايه المشكله؟ احنا النهارده بنقول يلا بينا نرجع الجماهير تاني للملاعب. بالظبط. فالنهارده انا كنادي رحت لقيت جماهير طالما ملتزمه، يبقى انا من نفسي بقى اساعد يا كابتن البلد واساعد الدوله. بالزبط. ان انا ارجع الجماهير معاها. ما اشتكيش، هشتكي هيقول لك ده الفريق بيشتكي. هنرجع خطوتين يا كابتن، كل ما نتقدم خطوه نرجع خطوه. كمل اخر. معلش يا استاذ عبد المنعم برضه، ما هو انا الامن بيروح بعدد معين لانه عارف انه ما فيش جمهور. اما لو في جمهور الامن هيزيد طبيعي، التامين طبيعي اكتر. طبيعي. فانت دلوقتي اخترت مدريات الامن انه مباراه بدون جمهور، فبعت لك اربع خمس عساكر اثنين ظباط. طب اقول لك على حاجه على اساس انه اقول لك على حاجه اللي الكلام بينقد كلام حضرتك. بدون امن خالص الجماهير هتختلف. اقول لحضرتك ان لائحه المسابقات بتقول لو احنا اللائحه بتقول ممنوع دخول جماهير. لو مراقب المسابقات ذكر ان في جماهير كتب ان دخل الجماهير العقوبه اللي بتكون 500 جنيه على 500 جنيه. وعارف لو كتب كابتن عدم
في القسم الثاني كانت مباراه الاولمبي وكفر الشيخ وكتبت وكانت العقوبه طبعا احنا بنحترم الموسم اللي فات الموسم اللي فات بنحترم اللوائح ونحترم لكن ممكن تعديلها بما يوازي الحدث النهارده. النهارده لازم نكون واقعيين في انفلات شويه يا كابتن فلازم نواجهه بايه؟ بالعمليه تزيد شويه يعني النادي عامل له 500 جنيه وانذار بنقل المباراه انقل لك مباراه انقل لك اثنين انقل لك ثلاثه بحيث ان احنا نوصل. انا يعني كنت سعيد جدا معاكم ولكن عشان فقرتنا وضيوفنا المنتظرين انا كنت اتمنى ان اقعد معاكم الساعه ولا ساعتين، عايز اقعد ثلاث ساعات معاكم. مواضيعنا لسه ما خلصتش ولكن انا بشكركم كل شكر الكابتن ابو العينين شحاته المدير الفني لنادي الفيوم. نتمنى ان احنا نلتقي تاني ويبقى الرس بتاعك معانا هنا تلعب الماتش وتيجي تاني. يا والله كابتن يدرب في دوري ممتاز طبعا بسم الله ما شاء الله واكيد هياخد قريب باذن الله هياخد كل حاجه باوانها باذن الله. اشكرك جدا يا كابتن ابو العينين. كابتن عبد المنعم حسن بشكرك جدا على تواجدك معانا. يعني انت طاقه الشكر ليك. لكن عايز اقول كلمه معلش اخيره ان اتمنى من اتحاد الكوره يرجع تاني ويشكل لجنه مسابقات لان اداره المسابقات بعد الاسبوع السابع تحولوا مرتين للتحقيق بسبب اخطاء يمكن انت متابع كابتن بسبب اللي هم الموظفين ما ينفعش موظفين يديروا مسابقه بهذا الحجم وهذه القيمه. يعني يا ريت يرجع يجيب خبراء غلط ادوا قرارات غلط ودي كان فيها سريه لكن الحمد لله جبنا احنا وعرفنا اسباب تحويل للتحقيق ايه. اتمنى من اتحاد الكوره انه المهندس انا بريده انه يراجع نفسه في تكوين او تشكيل لجنه مسابقات ان شاء الله. اكيد احنا لازم نستفيد، احنا مش عيب ان احنا نخطا ومش عيب ان احنا ناخد قرارات ويعني تنجح بنسبه 20 30% ولكن احنا ما نستمرش في الاخطاء. الكابتن عبد المنعم وصل صوره للكابتن هاني ابو ريده والمجلس الاداره. طبعا انا ما عنديش المعلومه كامله عن الاخطاء بصراحه اللي هي في اداره المسابقات لانها ما بقتش لجنه، هي اداره المسابقات برئاسه استاذ خالد كامل ومعاه بعض الموظفين في اتحاد الكوره. نتمنى لهم التوفيق ولاتحاد الكوره. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود ونستقبل باقي فقراتنا مع ضيوفنا الكرام القادمين.자 그리고 교체 투입해 들어온 파드 선수인데요 골키퍼 다리 사이 빠졌군요 문은 열려 있습니다 문은 열려 있는데요 여기서 왼발 슈팅 골퍼스트 맞고 튀어나온 볼 다시 한번 뒷공간 왼발 슛 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다 교체 투입해 들어온 파드 선수가 결정적인 이 기회 아무도 없는 무인 지경 이것을 왼발로 밀어넣어봤지만
ترى مو بشعرة ياسر، هذه طاقية ابو جفيل اللي جابت الهدف. الله عليك يا ابو جفيل، يقول لي اصبر شوي، عطى كرت احمر، عطى كرت احمر وناخذ سرور، ليش تدخل يا اخوي؟ ابو جفيل، الله يا ابو جفيل، هاتريك هاتريك لابو جفيل. شيلوه شيلوه يا جماعة الخير، شيلوه. همسة لمسة، فنان هذا الولد فنان. يتقدم راموس، راموس مساكت جول، فنان راموس، فنان راموس على طريقة الكبار، على طريقة سير الدين زيدان، على طريقة ميشيل بلاتيني. هذا البرنامج برعاية مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية، ترجمة الانتماء والروح الوطنية. تأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 19114. مصر للتأمين، حصن أمان للملايين. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية، يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. نقابة المهن الزراعية تعلن النقابة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة والفروع جميع المستويات طبقا لقانون نقابة رقم 21 لسنة 1966 وتعديلاته واللائحة الداخلية رقم 18 لعام 1968 وتعديلاتها، وذلك بدءا من يوم 19 من نوفمبر 2016 حتى 24 من نوفمبر 2016 من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد 29 من يناير 2017، وكافة التفاصيل بالنقابة العامة وفروعها. وتقدم طلبات الترشح مصحوبة بالمستندات الآتية: 1- طلب الترشح يتم الحصول عليه من النقابة العامة وفروعها بالمحافظات. 2- شهادة عضوية النقابة موضحا بها انتظام سداد الاشتراكات، ويستثنى من ذلك من بلغ سن المعاش في 19 من نوفمبر 2016 يوم فتح باب الترشح. 3- صحيفة الحالة البنائية. 4- صورة كارنيه النقابة. 5- صورة بطاقة الرقم القومي ومطابقتها بالأصل. 6- سداد رسم التأمين والمصروفات الإدارية للترشح بحساب النقابة ببنك مصر، حساب صندوق النقابة طبقا لرسم الترشح المعلن بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات بموجب إذن إذاع من النقابة وفروعها. 7- عدد 2 صورة شخصية حديثة. 8- يقدم الطلب بواسطة المرشح نفسه أو بوكيل عنه بموجب توكيل خاص بالانتخابات موثقا من الشهر العقاري. تقدم طلبات الترشح لمستوى النقيب والوكيلين ومستوى الجمهورية والمستوى الإقليمي بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ومع عدد تلك المستويات تقدم لفروع النقابة بالمحافظات. وتهيب النقابة
للسادة الزملاء سرعة سداد اشتراكاتهم ومراجعة أرقام قيدهم وموقفهم من السداد بفروع النقابة بالمحافظات. السكرتير العام الأستاذ الدكتور سلامة عبد الحميد، نقيب الزراعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمود الكتتني. هذا البرنامج برعاية عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى لاستكمال حلقتنا وحلم الأضواء. بنجدد الترحيب أو بنرحب بضيوفنا الكرام الكابتن إسلام، الكابتن أحمد نور مدير فني نادي الأولمبي تحت 17 سنة والمدير الفني لمدرسة فوسكز لكرة القدم اللي هي بتقام تحت رعاية الشباب والرياضة، والكابتن حازم إمام. منورنا يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن خليل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. معانا أيضا الكابتن أحمد، الكابتن إسلام عادل لاعب النادي الأهلي ومدير مدرسة الكرة لريال مدريد فرع الإسكندرية. منورنا يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن. أنا عايز أنا بقى الهدف من 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 الفقرة الإسكندرية، كان هناك دائما سؤال ولما قعدنا في إسكندرية لم تنجب الاسكندريه منذ اعتزال احمد الكاس كابتن احمد ساري لاعب دولي، ومن هنا بدا تكاتف الاسكندريه خصوصا من نشاه نادي الاولمبيا كابتن احمد. وابتدى الكابتن طارق السيد يقول لك لازم الاهتمام بقطاعات الناشئين عندكم والاهتمام على المستوى العام بالاحياء والمناطق ان احنا نعمل مدارس كوره للبراعم والناشئين في الاسكندريه. تمام. هو سيادة النائب طارق فعلا بدأ يهتم بالناشئين وبدأ يهتم بالبراعم. يعني الصراحة هو موفر لقطاع الناشئين في الفترة دي يعني فوق ما يتخيله، من بدلات لمن مكافآت لمن مرتبات من تغذية كويسة من إقامة في النادي. يعني كل ده ما كانش بيحصل قبل كده في قطاع الناشئين أبدا. طبعا دلوقتي بدأ يطلع لهم كل الكلام دوت وبدأ يبدأ يخش على موضوع البراعم. يعني اخر حاجه انا حضرتها له اللي بدا يساعد اللي هم الطلبه بتاع الماجستير والدكتوراه بداوا يبداوا يخشوا في النادي ويعملوا ابحاثهم علشان نبدا نطلع لاعب او برعم متكامل. بالظبط. يعني ده كان الهدف اللي احنا بدانا نشتغل فيه انا وطبعا كابتن حازم امام هو المدير بتاع ريال مدريد فوكسز ودكتور عطيه السيد هو المدير الفني. بدأنا نحط الخطة بتاعتنا اللي احنا نطلع لاعب متكامل. نعم. ما بين لاعب متكامل بدنيا مهاريا ذهنيا فكريا كمان بنهتم بالناحية التغذية. نعم. يمكن كابتن حازم زار الولاد في الفصول عشان يهتم بالتعليم بتاعهم، حتى الناحية التعليمية للاعب. هو ده الشغل العلمي بالظبط. يعني احنا اشتغلنا في الفترة اللي فاتت دي بالنظام العلمي بتاع اوروبا اللي هي ثلاث وحدات تدريبيه كل واحده ساعه وربع لازم يبقى في مباريات تنشيطيه للولاد عشان الولد ما يملش. طبعا الكلام اللي بيشتغل على فوكسز هو بيشتغل على ريال مدريد لان هي شركه واحده تبع استاذ احمد عبدون. طبعا هي دي كلها تبع تحت رعايه الشباب والرياضه. يعني انا اعرف ان الوزير المهندس خالد عبد العزيز يا كابتن اسلام مهتم جدا بالنشأ والبرعم، ويمكن هو عمل بالاتفاق مع الكابتن حازم امام في كل محافظه مش في اسكندريه بس، زي فوسكس كده عمل في عمل في مركز شباب الساحل في القاهره، عمل في الجزيره، عمل في دمياط، عمل في المعادي. يعني عمل في كل مكان. نسمع حضرتك. هو حضرتك طبعا بالنسبه لاكاديميه فوكسز دي طبعا كان هدفها مدرسه الكوره، مدرسه الكوره هدفها الرئيسي ان هي اكتشاف مواهب كبيره في مش في محافظه القاهره بس، لا وفي اسكندريه وفي المحافظات كلها، بحيث ان احنا نوسع القاعده بتاعه البراعم ما تكونش بس مقتصره على الانديه. طبعا حضرتك عارف الانديه الكبيره طبعا ليها بتعمل كل
كل بدايه كل موسم اختبارات للولاد. فبتختار بتنقي الولاد المميزين بس. لكن طبعا الفكره بتاعه الاكاديميه فوكسز واكاديميه ريال مدريد ان احنا نوسع القاعده بحيث ان الولد حتى اللي هو اللي ما عندوش موهبه قويه بحيث ان احنا نقدر نعلمه وندربه على على المهارات الاساسيه للعيب بتاعه بحيث ان هو باذن الله كل ما بيكبر عمر دعمته انديه يا كابتن يعني في لعيب النهارده نقول عليه ده طالع الشباب الرياضه مع بالاتفاق مع حاز امام مع فوكسز طلعوا اللعيب ده والنهارده بيلعب فيه لسه اتنين لعيبه سموحه في سموحه يعني لسه في القاهره في لعيبه في القاهره برضو في القاهره برضو لعيبه اهلي زمالك مين ولا انديه في لعيبه كتير ما هو ده الهدف مش هو ده الهدف رقم واحد ان انا اطلع نشأ هي اتعملت في الالعاب الفرديه الاول زمان كان المنتخب كان اللجنه الاولمبيه كانت هي اللي بتشرف يعني اللي بيعمله المهندس خالد عبد العزيز دلوقتي هو كانت فكره اللاعب الاولمبي في سنه من السنوات أنا فاكر. قال لك احنا عايزين نجهز لاعب اولمبي على اعلى مستوى قال لك ابدا معاه منين كان دائما احنا نبدا نقول ايه لا احنا كان دائما احنا في مصر الفكر السابق يعني يقول لك انا اجيب اللعيب وهو ايه 18 سنه 19 سنه ابتدي معاه قال لك لا احنا عايزين نبدا منين من تحت من تحت, تحت. فابتدي يفكر في مدارس الكوره اللي تتعمل دي وكانت هنا الفكره اللي عملها المهندس خالد عبد العزيز مع الكابتن حازم امام وابتدوا يجيبوا رعاه لهذه المدارس ومشيت اسمعك كمان هو ده اللي حصل فعلا والهدف الرئيسي زي ما قلت حضرتك ان احنا بنوسع قاعده القاعده اللاعبين تبقى كبيره جدا عشان تبقى الفرص لما الولد من هو صغير يقدر ان هو يمارس ويتعلم اللعبه زي ما حضرتك قلت ان انت كان الفكر القديم يبص الولد وهو عنده 18 سنه بص ان هو لا احنا بنعلمه بحيث ان هو لو ما عندوش موهبه وهو صغير لا بيتعلم مع الممارسه ان هو يشارك في ماتشات يتعلم تدريبات يتعلم التغذيه ازاي التغذيه بتاعته تكون كويسه بيتعمل له قياسات اول باول اقدر ان انا انميه من وهو صغير من هو ببدا من هو عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين بحيث ان هو لما يوصل سن 14 سنه تقدر ان هو فعلا اقول انا لا انا كونت فعلا نشأ كويس يقدر ان هو يفيدني ويفيد المنتخبات قدام بالتاكيد كابتن احمد نور طبعا انت اكيد في الاولمبي مدير فني واكيد وانت معاهم في مدارس الكوره وانا لاعب لا وانت في ريال مدريد حاليا وانت معاك مدارس كوره برعم وعندك هنا شغال في 17 سنه اكيد لما بتقعد عينك على حد على طول بتبلغ الاولمبي رقم واحد لا اللاعب ده لا وده عادي جدا ما احنا الهدف ايه هو الكابتن طارق السيد النهارده رئيس نادي الاولمبي لما دعا ان احنا نعمل دوري مدارس كره القدم والبراعم بالاسكندريه وراح جاب وقال لك نجيب ريال مدريد ونجيب فوكسز ونروح نجيب اتلتيكو مدريد ونجيب سموحه ونجيب الاهلي حتى في كمان الكابتن سيد السعلبي عاملين برضو اكاديميه عاملين مدرسه كوره برضو محترمه وقال لك نعمل الدوره دي كلها وتبقى مبلغ وقال لك ان شاء الله وزاره الشباب والرياضه هيبقى فيه دعم ويمكن الخبر جالي النهارده من الكابتن طارق ان كل المباريات سوف تقام ان شاء الله على ملاعب نادي الاولمبي بشكل محترم جدا دي نقطه كويسه جدا يا كابتن يعني يعني هتفيد الكوره فعلا في اسكندريه بطريقه كبيره جدا وفي نفس الوقت التجربه دي برضو عايزينها ان هي تتطبق في المحافظات الثانيه برضو بس ان احنا يعني تكون حاجه كويسه ان الاكاديميات كمان تتعمل لها دوري تعمل لها مشاركات بحيث ان هم يستفادوا ونوسع زي ما قلت حرك القاعده بشكل كبير لعيبه كتير محافظات ان شاء الله والشباب الرياضه ان شاء الله بتدعم معانا يعني انا صغير كان في المنتخبات بتاعت البراعم دي المنتخبات دي للفتره فاتت مش لاقيها للاسف يعني المنتخبات دي كانت جميله كانت بتجمع الاولاد الصغيرين بيتعلموا ازاي يعني معسكرات الكلام ده الكلام ده الناشئين بيشوفوه بالعافيه دلوقتي يعني انا بطالب بتعمل منتخبات للبراعم عشان يتشاف اللعيبه الصغيره دي يعني الموضوع بتاع بيبسي ده بتاع المدارس كان موضوع ناجح جدا طلع منه محمد صلاح طلع منه النني طلع منه كتير الشناوي كمان حسام حسن الصغير الشناوي كتير طب تعالى نسمع كده الكابتن عطيه السيد مدير مدرسه فوكسز لكره القدم نشوف هيقول معانا ايه الو كابتن عطيه منور يا كابتن دكتور ازيك يا دكتور اخبار حضرتك اخر اخبار البراعم ومدارس الكوره في فوكسز والاسكندريه ريال مدريد اولا وريال مدريد واتلتيكو مدريد وسموحه والاولمبي اتفضل يا دكتور الله يخليك اولا طبعا انا بشكركم على اتاحه الفرصه
الفرصه ديت لان احنا نلقي الضوء على البراعم. فئه البراعم من الفئات المصدومه اعلاميا بشكل كبير جدا. كره القدم الفتره اللي فاتت ديت في العشر سنين الاخيره احتلت فيها اكاديميات كره القدم مساحه كبيره جدا وبقت جزء واقعي من كره القدم. الحقيقه انديه القمه زي الاهلي والزمالك وانبي وبتروجيت وسموحه وادي دجله والمقاولين كل الانديه ديت والاتحاد طبعا بتقتصر على فئه معينه من اللاعبين ما بتمثلش 1 او 2% من الفئات العمريه اللي هي موجوده ومتواجده عندنا. احنا عايزين نوسع رقعه الممارسه. توسيع رقعه الممارسه مش متاح في الانديه الكبيره ديت انها بتاخد 10. النادي الاهلي السنه دي جاي له 30,000 لاعب في الاختبارات الناشئين، ممكن يكون خد 10 لعيبه 15 لعيبه ام بنفس الحكايه. اذا هناك تسرب بشكل كبير جدا لفئات كبيره جدا من اللاعبين اللي مستوياتهم ممكن ما تكونش 100% لكن ممكن تكون 70 و80%. الفئات دي بالظبط لو دخلت في مناخ تدريبي في يعني في اطار الاكاديميات ودخلت في بيئة تدريبية مناسبة ليها، ربما اللعيبة ديت بعد 3 و4 و5 و6 سنين لو دخلوا في شكل تدريبي بشكل ممنهج اللعيبة دي مستواها هيتطور. الحاجة الثانية توسيع قاعدة الممارسة. نعم. الحاجة الثالثة الموضوع ده موضوع أمن قومي. نعم. أنا بعتقد إن الأكاديميات بتعالج بشكل كبير جدا التسرب، بتعالج بشكل كبير جدا الهوايات اللي هي ابتدت تطغى على المجتمع المصري زي البلاي ستيشن وزي السوشيال ميديا. الاولاد كلها بقت قاعده في حاجه نسبه كبيره جدا من انخفاض اللياقه البدنيه نتيجه ان اغلب الالعاب اللي منتشره حاليا نتيجه التقدم العلمي العاب كلها بتتعمل وانت قاعد على الكمبيوتر على الواتساب على الفيسبوك السوشيال ميديا والالعاب الالكترونيه احتلت مساحه كبيره جدا. تمام. اعتقد ان كره القدم في الاكاديميات قدرت تطور نفسها في العشر سنين الاخيره ديت. احنا محتاجين شيء من التطوير بشكل يكون يعني رسمي. اعتقد ان النادي الاولمبي كان ليه فضل الرياده ان هو قدر عن طريق المهندس طارق السيد ان هو قدر يجمع كل الاكاديميات ديت ويعمل لهم دوره او تنظيم دوري ما بينهم وبين بعضهم. اعتقد ان المكسب الحقيقي هو المشاركه. ما انا هقول لحضرتك هو في مؤتمر الشباب، في مؤتمر الشباب كانت من اهم القرارات او التوصيات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس خالد عبد العزيز والعناصر الشباب اللي موجوده، قال لهم انا عايز اهتمام بالبراعم، انا عايز اهتمام بالمدارس مش كره القدم بس على كل مستويات الرياضه، انا عايزكم تبداوا من تحت يا جماعه عشان انا عايز اوصل بلعيب يكون اشتغلت معاه علمي من تحت لحد ما اوصل بيه وصنفه كلاعب دولي. دكتور عطيه طبعا احنا بنشكرك على مداخلتك معانا وان شاء الله تكون معانا في حلقه لان انت الكلام معاك على البرعم ومدرسه الكوره والتغذيه وتاهيل اللاعبين ده عايز وقت، فان شاء الله تكون معانا في حلقات قادمه. بشكرك كل الشكر. كابتن انا عايز بس اوصل يا كابتن اسلام سريعا من الحاجات اللي احنا بنعاني منها، ما انا بطلع من تحت لكن انا عايز اجيب المشاكل اللي فوق. من اهم المشاكل اللي فوق اللي بتقابلني سلوكيات اللاعب. انتوا بتشتغل على سلوكيات اللاعب في المدارس والبراعم؟ ده موضوع اساسي. حاجه مهمه جدا ان المدرب في مدرسه الكوره الهدف منه ان هو مدرب بيعلم الولد المهارات الاساسيه وكده، لكن حاجه مهمه جدا الاخلاقيات والسلوكيات بتاعت اللعيب. في حاجات اساسيه بنعلمها الولد ان هو لازم يحترم المنافس اللي قدامه. لازم يكون احترامه يسمع كلام الكابتن. بالزبط. لازم يكون حكم والحكم دي حاجه مهمه. وعلاقته بينه وبين زمايله لازم تكون كويسه جدا، ما يبقاش فيه عنف بينه وبينهم من بعض. فمن الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعلمها للولد ان هو يكون سلوكه كويس جدا من هو صغير، بحيث ان هو لما يكبر يكون عنده الاساسيات دي ترسخت عنده، بحيث ان احنا يبقى كده كوننا لاعب كويس جدا لما يوصل سنه يقدر ان هو يبقى في المنافسات كويس. والمدخل ده برضو دخلني حاجه، السلوكيات دي بتتعلم من مين بالظبط؟ بتتعلم من المدربين. احنا بنيجي نختار في المدربين في السن الصغير ده لازم اختار مدرب تربوي. نعم. مش مدرب يعني انا في فتره الحاجه مضايقاني كثره اكاديميات كتير جدا. انا عاوز انزل اعمل اكاديميه دلوقتي، هنزل اعمل بانر اوزع فتحت الاكاديميه. يعني مش لا تقليل من قيمه السباك او قيمه طبعا، بس دلوقتي بشوف مدرب يعني مش مدربين بقوا يلا انا مدرب ويلا الم 10 لا خمس. احنا ضد ما يسمى انا اسمها عندي مدرسه الكره.
لما اتعمل في الزمالك كان اول مدارس اتعملت في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك من ايام المرحوم صالح سليم، وقال اعمل حاجه اسمها مدرسه الكوره. كانت بمعنى ايه كلمه مدرسه؟ مدرسه ان انا ااهل اللاعب قبل ما اديله زي ما بيقول الكابتن اسلام كده، قبل ما اديله فنون كره القدم ومهارات كره القدم انا بنقله السلوك رقم واحد. صح. النهارده احنا بنشوف في المباريات الدوليه، انا يمكن كان معايا فقره جايبها لبرشلونه وريال مدريد تحت 10 سنين. حاجه كانت ممتعه، الحكم يصفر اللعيب ما في ملوش دعوه، هو اللعيب بيفكر في الملعب وبس. فالسلوك ده مهم دي جدا، دي من الحاجات اللي فعلا يمكن يا كابتن اسلام من الحاجات اللي احنا يعني فكروا فيها، والكابتن طارق والكابتن محمد صلاح والكابتن اوشا والكابتن حماده ابو خبر الناس القائمين على يعني هم كلهم بيشتغلوا تحت يعني ايه رايه الكابتن طارق السيد، لكن هم عاملين مجهود كبير جدا. عملوا فكره جميله قوي يا كابتن، عايز اخد رايك فيها. احنا عندنا في كمان مدرسه، مش عايز برضه اسميها اكاديميه، مدرسه الحكام لكره القدم، عاملها الكابتن مين؟ وليد شعبان. جميلة ابن الاسكندريه. دي جميله جدا. قالوا ايه وقلنا ايه؟ قلنا احنا نجيب الحكام المميزين جدا في مدرسه الكره ديت، هم اللي يحكموا المباريات ديت عشان كمان نلقي الضوء عليهم. زي ما احنا عايزين نطلع لاعب كويس، عايزين نطلع حكم كويس. دي نقطه جميله جدا ان احنا نعمل الموضوع ده كده. احنا عملنا زي ما قولي اعداد شامل للدوره. بالظبط. الولد ده هيطلع لي لاعب وهيطلع لي حكم وكمان هيطلع لي الحراس. انا شايف في اكاديميات حراس برضو بدات تفتح. بالزبط. في اسكندريه جميله. برضو ديت عاوزينها تبدا تشترك معانا ويبدا الضوء عليها. لان احنا حراس في الاسكندريه بدات يعني مش حراس بس، انت النهارده كان اخر حارس مرمى لعب منتخب مصر مين؟ كان الكابتن حليم والكابتن عرابي. بالظبط. مش كده؟ وبعد بالزبط. كده ما شفناش حارس. لا لا الكولومبي لسه مطلع حارس مين؟ جنش. لا جنش بس يعني احنا عايزين نقول ايه؟ لا انا عاوز اقول لك على الحارس دوت. حارس ولازم كل الضوء يبقى عليه. مين؟ هو راح وادي دجله ب 275. ده مين ده؟ اسمه الخويسكي. ودلوقتي يعني تتلافت عليه الانديه. الخويسكي ده كان اسم حارس قديم برضو قبل كده. الخويسكي الكبير. يبقى الخويسكي الكبير اللي عندنا حارس مرمى. بس دوت بدا يعني تلافع يعني لدرجه اخر حاجه تليفون جالي اللي هو جاي له عروض بره مصر. بسم الله ما شاء الله. الولد بسم الله ما شاء الله كان عندي برضو فرقه 17 سنه. بس هو ربنا كرمه بقى بعقده وبتاع يعني حاجه كويسه. فانا برضو شايف اللي فيه ندره في الحراس لازم يبقى فيه اهتمام بالحارس. ما ننساش واحنا بنعمل لاعب ندور على الحارس. سريعا اخر اخبار فرقه الاولمبي 17 سنه. داخلين دوري قطاعات ان شاء الله بدايه من يوم الخميس القادم. طبعا دوري قطاعات في اسكندريه على المستوى بدا يتعامل بشكل منظم جدا. تمام. بنسافر بماتشات وبنرجع لماتشات. تطلع المكافئات للولاد، بدا الولد يحس ان هو لاعب. تمام. يعني دوري القطاعات ده موضوع 10-10 اللي هو بدات المهندس بدا يفكر فيه. مهندس طارق اللي هو بدا ما كمان بيسفر اللعيبه تبات بره. مش بيسفر لعيبه على الماتش ويروح. لا بيعمل لها اقامه وبيظبطها كمان اقامه ووجبات. بدا يحس ان هو لاعب. جميل جميل. كابتن اسلام عادل، اللعيبه المميزه اللي انت في ذاكرتك دلوقتي واحنا بنتكلم شايفهم بيقول يا جماعه في حلم الاضواء حطوا عينيكم على 1-2-3-4 تسمعوا لهم قريب، مين في الممتاز بيه؟ في الـ في الـ في مدرسه الكوره. في مدرسه الكوره لا في كتير قوي. في في ولد، في ولد اسمه رامز رامي. رامز كويس جدا. رامز رامي. رامز رامي. في ولد اسمه ياسين. ياسين ايه؟ ياسين عشان في 15 ياسين. مين تاني؟ وفي ولد اسمه سادن برضو كويس جدا. لا في مواهب كتيره جدا عندنا. ولد اسمه آسر. بطولة اسكندرية الأولى هنشوف اللعيبة دي. لا لا بإذن الله هتفرز مواهب كتيرة جدا هتفيد اسكندرية وتفيد منتخب مصر إن شاء الله. قررتوا إمتى تبدأوا الدورة بتاعت اسكندرية؟ المفروض إن هي بتبقى في أول أسبوع من شهر 12 إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص الكلام إن شاء الله الموضوع مهم. أول أسبوع إن شاء الله هنحاول نظبطها. وأنا بفكرك برضه اللي فيه برضه فوكسز فيه كذا لاعب. بس أنا اللي عاجبني اللي كذا لاعب دلوقتي الموجودين في السن الصغير اللي هو
فوكسز. كابتن احمد نور مدير فني النادي الاولمبي، بنشكرك كل الشكر يا كابتن، وان شاء الله ريال مدريد برضو تطلع لنا لعيبه فوكسز ريال مدريد وريال مدريد هي شركه واحده. شركه من عارفين كلها. احمد سالي تقريبا هو ماسك. احمد سالي ماسك اتلتيكو مش كده؟ اتلتيكو مدريد. ان شاء الله الكل في واحد، والاسكندريه كلها في واحد، والهدف ان احنا نطلع لاعب واحد ان شاء الله نلاقيه في منتخب مصر ويمثل الاسكندريه ويمثل مصر. بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. فاصل ثم نعود ونستقبل ضيفنا الكابتن الهامي فرج المدير الفني لنادي المؤسسه العمريه، ونتابع معاه اخبار نادي المؤسسه والقليوبيه والقسم الرابع. هذا البرنامج برعاية مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 1914. مصر للتأمين، حصن أمان للملايين. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية، يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه هذا البرنامج برعاية مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، وعدنا نستقبل ضيفنا الكابتن الهامي فرج مدير الكرة بنادي المؤسسة العمالية ولاعب نادي بتروجيت السابق. منورنا يا كابتن الهامي. اتشرف بحضرتك وبتشرف ان انا تلميذ من تلامذة حضرتك. الله يخليك يا كابتن. اخبار بصفه عامه نتكلم الاول كده على نادي المؤسسه والقليوبيه، وايه اخبار نادي المؤسسه العمليه المشترك في القسم الرابع والهابط من القسم الثالث؟ احنا للاسف هبطنا السنه اللي فاتت، كان في شويه مشاكل داخليه كده في البيت. وصححنا الاوضاع وان شاء الله بنحاول ان احنا نرجع لمكاننا الطبيعي تاني في الدرجه الثالثه. بدانا الدوري السنه دي 13 فرقه، ويمكن دي من اول السنين ان احنا نبقى في المجموعات الاولمبيه بالعدد الكبير دوت. بدانا امبارح المسابقه، انطلقت امبارح القسم الرابع. بيشرف عليها المبدع الكابتن محمد طاب امانه، ان هو بيدينا حقوقنا وشغال معانا كويس قوي مع الفرق وبيتعامل مع الفرق كلها بحياديه. بدانا امبارح كنا بنلعب مركز شباب اليوب، وتعادلنا 1-1 على ملعبنا، وان شاء الله نحاول الفتره اللي جايه ان احنا نرجع لمكاننا الطبيعي في اسرع وقت ان شاء الله باذن الله. طبعا نادي المؤسسه ده يعني ادي بس صوره للساده المشاهدين، خرج منه اجيال واجيال، لانه هو يعتبر اكاديميه كبيره جدا لكل انديه مصر، سواء على مستوى الوزارات او الشركات او الانديه. النادي ده لعب عليه النادي الاهلي، لعب عليه نادي الاسماعيلي، لعب عليه نادي الزمالك، لعب عليه نادي الترسانه، طلع نجوم كبار جدا في مصر. نادي المؤسسه العماليه اللي موجود في 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 شبرا الخيمه، ويمكن الدورات التدريبيه اللي كانت بتتعمل النهارده وكانوا بيدوروا لها على مكان، يفتحوا مساحه في نادي المؤسسه العماليه على اساس ان هو
يعمل محاضرات ويخرجوا المدربين سي ودي، مش كده يا كابتن ولا ايه؟ كانت اخر دوره موجوده تحت اشراف كابتن محمد طاول استاذ عبد الرحمن حسن، عملنا دوره بيه الحمد لله ونجحنا كنادي المؤسسه ان احنا نستضيفها برعايه منطقه الالوبيه. ظهرنا بمظهر رائق، فتحنا كل البيبان لان احنا ننجح بالدوره والحمد لله نجحنا. عملنا بعديها على طول رخصه سي، وبنطلب من المنطقه ان اي حاجه المؤسسه ان شاء الله فاتحه ابوابها لكل حد ان شاء الله ان احنا نكون الرياده في الاليوبيه من حته تنظيم الدورات. هي مجمع ملاعب، هي تعتبر بقت مجمع ملاعب دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، ملعب خماس وطايره وسله. بنشكر الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ان هو ساعدنا ان احنا سبقتني في الشغل ان هو ساعدنا ان احنا نعمل الملعب، وهو دعم لينا بشكل اساسي. الدكتور صلاح موجود معانا، الشباب شبرا خيمه كلهم ما بتصيرش ان احنا المؤسسه الدكتور صلاح برضه عاملين طفره في مكه الشباب جام، عمل لهم ملعب على اعلى مستوى، عمل لهم ملعب جيم. فاحنا اكتسبنا نائب يبقى نائب الشباب بجد، نائب رياضي صحيح، نائب رياضي وهو موجود معانا كلنا وبيتعامل مع الناس كلها بمسافات واحده. والراجل نجح معانا جدا، يمكن هو كان دعم لينا وبيطلع من جيبه الشخصي ان احنا نبقى لقدام. لو اتكلمنا على قطاع الناشئين في نادي المؤسسه العموميه يا كابتن، يمكن احنا بفضل الله النادي الوحيد على مستوى الالوبيه اللي كل سنه لينا 2 أو 3 لعيبه بيتباعوا لانديه الدوري الممتاز. احنا بعنا في اول سنه شغل لينا خالص. انا بشكر برضه الكابتن محمد عمر والكابتن ياسين، دول معاونين وتعبهم وبقيه الافراد الجهاز عشان ما ننساش حد. احنا اول سنه شغل بعنا 4 لعيبه لبتروجيت، تاني سنه شغل ودينا النادي الاهلي، بعد كده ودينا النادي الاهلي 2 لعيبه منهم امير حسام كان طلع الدرجه الاولى التمرين من بقاله اسبوع، ودينا محمد حامد من الاهلي، وبعد كده امبي. بعنا للنادي الزمالك بيسو، ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى موجود. بعنا النادي امبي، بعنا للمقاولين. فاحنا النادي الوحيد بفضل الله اللي بيطلع لعيبه كويسه، اللي بيفرز لعيبه كويسه، اللي الالوبيه بيطلع لعيبه وبيبيع. طب نادي المؤسسه هو اللي مطلع بدر رجب لاعب الاهلي السابق، هو اللي مطلع عاطف الاباني، هو اللي مطلع محمد السيد، مش كده برضه؟ طبعا محمود عبد الحكيم الحاوي. دول تلامذه او دول تربوا على ايد والدي الله يرحمه، اللي بحاول ابقى ربعه او اجيب نص بفضل الله. ويمكن الكابتن فرج ابو عبد الله يرحمه كان علامه كبيره، ويمكن كان هو النادي كله، واحنا بنحاول نقلده سواء انا واخواتي ان احنا نمشي على المنهج بتاعه باذن الله. لا ما هو ذاك شبل من ايه؟ من ذاك الاسد زي ما بيقولوا. يمكن يا كابتن احنا يمكن ذكرنا اسماء اللي هو الكابتن بدر، الكابتن محمد السيد، الكابتن محمود عبد الحكيم، ويمكن في اسماء الكابتن عاطف الاباني، في اسماء كتير، وائل الاباني، كل ده طالع من المؤسسه العموميه. اخبار من مدرسه بتروجيت لكره القدم، اظن دي فكره انتوا عملتها مع بتروجيت وانت لاعب سابق في بتروجيت، فعملتها في المؤسسه العموميه، وانا سامع انها ناجحه جدا. الحمد لله بفضل الله اكاديميه بتروجيت احنا بدانا السنه اللي فاتت، كان الكابتن شريف عزب مدير الاكاديميات جه قعد معانا وقال انتوا اولاد النادي ومحتاجين ان احنا نفتح فرع في الالوبيه. فتحنا فرع في الالوبيه الحمد لله، احنا اكتر عدد، احنا يمكن معانا 700 لاعب. شاركنا السنه اللي فاتت في دوري منطقه الجيزه، خدنا الدوري بفضل الله. اللي ما فيش في منطقه الالوبيه؟ في منطقه الالوبيه، بس الدنيا عندنا العدد قليل، العدد قليل شويه، والانديه عندنا بتعاني غير انديه القاهره وغير انديه الجيزه بالظبط. يمكن دي نقطه نسيرها، ان الكابتن محمد طه عنده الحميه ان هو يعمل حاجه للبراعم، وحضرتك شاركنا مع الكابتن محمد طه ان يبقى في حاجه لاولاد الالوبيه جوه الالوبيه. ما هي دي الفكره اللي الكابتن محمد طه والاستاذ عبد المنعم حسن طرحوها زي ما بنعملها في اسكندريه، وكان معانا ضيوف سابقين في اسكندريه، قالوا الدكتور صلاح حسب الله نعمل دوره المدارس والبراعم وكلها تقام على المؤسسه العموميه تحت رعايته. والاستاذ محمد طه قال ان احنا ممكن نجمع الفرق لان الامكانيات ضعيفه جدا هناك زي ما انت بتقول، فقال لك تبقى فرصه ان احنا نطلع المواهب اللي موجوده في الانديه، خصوصا اللي موجوده في بنها وفي شبرا الخيمه وفي الاليوبيه بشكل عام. يمكن اللي حاسس بمشاكلنا كتير الكابتن عبد المنعم حسن والكابتن محمد طه، يمكن هم متداخلين معانا جدا وعايزين يوصلونا ان احنا نعمل. احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في الالوبيه. احنا ممكن دوري الناشئين يبقى 13 فرقة 14 فرقة. الفرق بتشترك تلعب 4 5 مباريات، وده مش عيب منطقة الالوبيه. الفرق ما عندهاش فلوس. انما احنا كاكاديميات، انت حضرتك بتديني ابنك بيدفع مقابل شهر. احنا ممكن
احنا نعملها على ملعبنا، نعملها على ملاعب الاليوبيه كلها. الاليوبيه دلوقتي ملاعبها بقى كويسه جدا بالزبط. جدا جدا طبعا. ممكن يوم عندي يوم في ملعب كابتن خليل يوم هنا ويوم بالزبط. يوم هنا تبقى ايه احتفاليه يعني البراعم في المراعم. يمكن حضرتك سباق ان انت تعملها لنا في الاليوبيه ان شاء الله. احنا ما عندناش براعم، البراعم عندنا مظلومين جدا 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 في الاليوبيه طبعا. يمكن احنا قريبين من القاهره الكبرى بس في فرق شاسع بين منطقه القاهره ومنطقه الجيزه في البراعم، واحنا فقره جدا 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 في الاليوبيه في قطاع البراعم. قطاع البراعم بيطلع منها لعيبه كويسه جدا الاليوبيه. الاليوبيه الدولة عندنا بتاع البراعم يمكن الكابتن محمد طه وكابتن عميم حسن ان شاء الله حضرتك تبقى داعم مع الدكتور صلاح ان يبقى في مناره. انا مطمن قوي للدكتور صلاح حسب الله ان هو مش هيبخل، وحتى الانديه اللي هي معهاش اتوبيس يجيبها من النادي للملعب انا واثق ان هو هيقف معاها. انا واثق جدا ان الكابتن محمد طه نائب رئيس منطقه الاليوبيه لكره القدم والمشرف على القسم الرابع، وهو راجل طاقه يعني. كابتن محمد طه طب قول الو. طب قول الو. الو قول الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد منور يا كابتن محمد طه ومنورنا في حلم الاضواء. يا رب يخليك حبيبي كابتن خليل. الله يخليك كابتن. فالفل عليك وعلى الكابتن الهام. الله يخليك كابتن. كابتن مصر. الله يخليك كابتن. بنتكلم مع كابتن الهامي. وصلنا في اكتر من نقطه طبعا. انت عارف الاليوبيه عفوا يعني من الانديه الفقيره، وال هم طبعا اتحاد الكوره وزاره الشباب كله بيحاول يدعم، لكن المساحه بتاعه الاليوبيه كبيره جدا فمحتاجه دعم قد اللي بيجي 10 مرات. ولو اولاد الاليوبيه ما حطوش ايديهم في ايدين بعض مش هنطلع برعم ولا هنطلع لاعب للاليوبيه زي ما طلعنا مصطفى يونس وطلعنا بدر رجب وطلعنا محمد السيد وطلعنا الاسماء الكبيره مدحت عبد العزيز حكم دولي طالع من الاليوبيه. السكران ضياء السكران من الاليوبيه. نسمعك يا كابتن وفكر الكابتن محمد طه اللي احنا بنحبه. ونجوم يا كابتن في الكوره في التحكيم وفي كل حاجه نجوم طبعا. الاليوبيه كتير جدا وبس هم احنا كنا بعيد شويه كابتن خليل. ايوه بالظبط يا كابتن. التواجد في 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 في, في في المجال نفسه بالظبط. منطقة مفصولة كان محتل كانت المنطقة محتلة بالدارية كده كانت احنا كنا بعيد خالص عن ما كناش بنعمل أنشطة لو كنا بنعمل. أيوة عايز أقول لك بس إن احنا الأربع سنين اللي فاتت دولت حصل ألفة بين الأندية ما حصلتش في تاريخ الأليوبية حقيقة خالص يعني ده ما حصلش. يمكن إلهامي من حقيقة من المدربين جدا الموجودين في الأليوبية واللي له بصمه على قطاع البراعم في الاليوبيه وله بصمه على الدرجه الاولى في فرقته. بس يا كابتن الفكره كلها ان احنا مش لاقيين حد يدعم. احنا بنحاول نجمع نفسينا. احنا بنحاول نجمع نفسينا كابتن خليل بالظبط. يعني احنا بنحاول كرؤساء انديه. انا بعملت قعده من حوالي يمكن شهرين يمكن حضرتك عندك المعلومه ديت طبعا. كنا قاعدين 14 رئيس نادي بنحاول نقرب من بعض يا كابتن نبقى شكلنا نبقى جنب بعض نسند بعض بس انما هو احنا جاهزين نعمل اي حاجه وهنقعد معاك برضو نفنط العمليه احنا واحده احنا عاوزين نبدا زي ما يعني الباشمهندس خالد عبد العزيز وقال وسياده الرئيس الجمهوريه اداله التوصيات وقال يا جماعه ابداوا من تحت مع برعم ومدرسه الكره والكاراتيه والجود وكله ابدا من تحت عشان بعد كام سنه تطلع لي نشئ محترم اولمبي ودولي. يا كابتن كل قواميس الكره في العالم بتقول كده ان انا ببدا بالزبط. من القاعده من تحت القطاع الناشئين الواد الصغير براعم الصغيره ديت اقرب بيهم واعمل منهم جيل جديد فاهم واعي متربي عارف يعني ايه الممارسه الرياضيه المحترمه اللي فيها اخلاقيات وفيها كوره. الحاجات دي كلها كابتن نقصانا الحاجات دي كلها ناقصانا يا كابتن خليل. احنا بدعمك بقى وبدعم الناس ان شاء اللي الله يعني ان شاء الله مسؤولين ان شاء الله معاك. وانا واثق ان الباشمهندس خالد عبد العزيز هيكون برضو معانا، واثق ان الدكتور صلاح حسب الله هيكون معانا. عايزين ان شاء الله زي ما قال سياده الرئيس ان احنا نبدا من تحت زي ما اتكلمنا في اسكندريه النهارده وبيعملوا دوره محترمه تحت رعايه النائب المهندس طارق السيد في رئيس نادي الاولمبي. ان شاء الله الدكتور صلاح وفيه هناك نقاب كتير جدا هيقفوا معانا رئيس مجلس الاداره نائب احنا جاهزين بمدارس الكوره اللي عندنا ان شاء الله جدا
وان شاء الله باذن الله بنفسك معانا باذن الله ان شاء الله جديده باذن الله ان شاء الله كده. اشكرك كابتن محمد طه نائب رئيس منطقه الاليوبيه لكره القدم، كابتن الهامي رئيس المؤسسه العموميه نائب الاستاذ محمد وهب الله وكان برضه داعم ويقف معانا والناس رياضيين. هي في فكره بس ان احنا كاكاديميات جوه الاليوبيه انا بلم اشتراك انا بكسب. لا لا بص انا 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 ضد بص حضرتك انا ضد انا ليا هدف واحد عايز اطلع ناشئ وعايز اطلع الناشئ بدون اي عبء اخر على ولي الامر. مش هنعمل عبء على ولي احنا الامر. عايزين النهارده نقول ان النقاب النقاب ووزاره الشباب والرياضه يدعموا مدارس الكوره ويدعموا دوره نقدر نبقى موجود فيها الخبرات زي ما بنقول. عندنا النهارده في مين في الاليوبيه؟ عندنا بدر رجب، عندنا محمد السيد، عندنا مصطفى يونس، الناس دي تتلم النهارده النادي الاليوبيه. احنا يا كابتن الهام وانا هخليك تجاوبني عليه، كم فرقه موجوده في الدوري الممتاز النهارده في الاليوبيه؟ ولا ممتاز بيه؟ ممتاز بيه كم واحد يا كابتن؟ ولا فرقه. قسم ثالث النهارده مين موجود؟ ما يكملوش اربع خمس فرق للاسف. احنا سبع فرق. سبع فرق بنمثل دوري القسم الثالث، بهتيم وبنها وبلاستيك طوخ. ست فرق او سبع فرق. فلو احنا لو الناس دي ما وقفتش مع الاليوبيه ودعمتهم زي ما انت لسه بتقول النهارده ما إذا أردت أن تطاع أمر بما يستطاع. أنت لسه بتقول الأندية فقيرة جدا والمناطق فقيرة جدا. طب ما هو معنى كده أن اللي تحتهم العنصر البشري الفكرة ما هو على قده ما تقدرش لا احنا مش هنحمل على ولي الأمر. احنا كأكاديمية هنعمل اشتراك رمزي. الاشتراك ده سي مثلا 100 جنيه 200 جنيه. الاشتراك دوت احنا هنتجمع اشتراك فين؟ في لا 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 انا ضدها. طيب احنا عايزين نتكلم على دورة. انا مش هتكلم على أكاديمية. انا هتكلم على دورة تتعمل تحت رعاية النقاب وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة وهم اللي يدعموها وهم اللي يلبسوا اللعيبة. انا بقول لحضرتك على الهواء ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد وهب الله مش هيرفض لنا الطلب دوت ولا الدكتور صلاح ولا استاذ احمد مدير عام المؤسسه ولا اي حد في النادي. احنا عندنا استعداد كمؤسسه نفتح الملاعب كلها، وبالمناسبه انا مدير الملعب. انا افتح الملعب عندنا والاستاذ محمد وهب الله مش هيعارض. الملعب عندنا متاح لاي حد ما دام الفكره مجانيه. احنا موجودين وفي خدمه الاليوبيه وكل اي حاجه انتم محتاجينها من ادوات من حكام زمايلنا هنجيبهم ان هو يقفوا مع اليوم ده حضرتك مجانا. كل الناس اللي بتيجي تستخدم المؤسسه هنقول ان احنا نستخدمهم في الدوره ان هم يردوا الجميل للاليوبيه ان هم يكونوا متواجدين معانا. كابتن مدحت عبد العزيز عامل اكاديميه جميله، اكاديميه التحكيم. التحكيم يجيب منهم اكاديميه التحكيم يجي عندنا زي ما انت بتاخد الملعب باجر رمزي. تعالى حكم لنا. تعالى حكم لنا مش هندخلك. لا تعالى حكم. لا تعالى حكم. ما انا هطلع حكم. ما هو الحكم اللي هيحكم للاولاد دول ما هو حكم صغير في اكاديميه. أيوة او مدرسه تحكيم بيتعلم هو كمان. انا بطلع لاعب بطلع بدون اي عبء على الناس لان الناس وانت قلت احلى كلام. هي هدفها هدفها خدمه الاليوبيه. يبقى احنا مش مبصين الربح. احنا خدمنا المحافظه بتاعتنا وصبت في الاخر ان احنا خدمنا بلدنا. فاحنا نادي المؤسسه يتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالظبط. فاحنا تحت امركم في اي حاجه وجاهزين لاي حاجه واحنا ورا حضرتك ان شاء الله. كتر خير يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا وان شاء الله تكون معانا في وقت اخر ان شاء الله واحنا بنعمل هذه الدوره للاليوبيه عشان نخدم محافظه الاليوبيه نخدم مصر نطلع لاعب دولي تاني من الاليوبيه تكون معانا في وقت تاني في مساحه اكبر. بشكرك كابتن الهامي شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بنشكركم على حسن المتابعه وان شاء الله لقاءنا يوم السبت القادم وحلقه جديده وحلم الاضواء والسلام عليكم.